الأخيرة. عسى الله ينجيكم من المون عطف يا أخوان، ومن سلمية بذل جهد ويعدل السيرة. لجاكم علي ولا لجاكم أبو معين، رموز العدل والعدل ما عندنا غيره. أراثوني وحصن تنفتح مع الميدان، وقبل النهاية فيه لفة وتدويرة. ما هي شغالة تكان فيها لو بدأ بدرح. يلا شغل شاشة عشان أنت مدق. والله ما هي شغالة، والله ترى بقى أقوم أشيل أم الكاميرا هذه أحطها على الشاشة. شغل أنا أوريك. كلهم قاموا يطلبوني يجي سني 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 لاني بغيت اقوم الف اوري شيخ. انا ما ببدا الحلقه اللي تشغل الشاشه، والله ما اشتغلت يا سحس. تعال شغل الشاشه وشوف المحل يا عطيه. لن ابدا الحلقه الا بتشغيل الشاشه. عندك شيء انت؟ فاضي طب أنت بتجيب كاشة؟ أنا بتكلم عادي غبي أنت. يلا يا عيال شوفوا لنا الشاشة الله يوفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المرسل. يا عيال شوفوا لنا الشاشة ضروري والله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعوه بهدى وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله من جديد في فقرة المنعطف في هذا البرنامج اللي ما أدري شبه في الحياة، برنامج ماراثون جعلام حق. حياك الله أستاذ علي. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى المتسابقين الكرام في حلقة إن شاء الله تكون مختلفة بدون شاشة. بس يعني لا قهوة ولا شاهي ولا موية ولا أوراق ولا شاشة. إيش هم يبغون؟ اليوم نطلع علمون نمشي والله نسمع. يا عيال شغلوا الشاشة والله خلاص ترى يعني ما كيف حالك علي؟ الله يعافيك ما شاء الله. ما شريت السريه البث انا وياك من نفس المكان. لا انا استريد. لا انت واضح انك كلام علي. انا هديه يا جماعه، شوف حتى الخامه تفرق، تطريز خامه شغل مرتب. شريم عقلي انت؟ طيب شريم عقلي من شريع انت يعني؟ من الانستغرام جتني هديه. طيب الانستغرام من شريع؟ من عقلي ماخذون من عقلي دبل السعر يعطوك اياه. روح مع قليل الاصل انت الموضوع. صباح الخير عليك على ايام جميله هادئه علي. يومين ماضيه انا اشكر يا علي لك او اشكر لجي فقره المنعطف. نحن قومنا البرنامج ومشيناهم على العجين ما يلخبطونه. نعم مشيناهم على المويه. نعم. اجبارا جعلناهم يندمجون مع بعض وهم راغمين، وهم في قلوبهم سواد على بعضهم البعض، في قلوبهم مرض. نعم على بعض. يعني لك أن تتخيل الجميع يعرض مع الجميع وهم هل تعلم يدرسون على بعض. ترى 48 ساعة حتى خلف الكواليس منضبطين. تخيل حتى تركي مجبب مع تصاري زبدوري وصلت المرحلة هذه. تخيل حتى ناصر شو اسمه ناصر قماش. لا البريك ناصر بريك ناصر بريك تخيل مع صار يعلم على اخويا من يراح الاعداد من يراح الاداره. صح تخيل الان الحمد للبيت قام يسولف. تخيل انه اجتمع ناصر ودحام مع فيصل وسلطان في جلسه هادئه شعريه قبل شوي. اجتمعوا في جلسه كامله. والله كانت حلوه، جلسه حلوه. ليش ما يشغلون الشاشه الشباب؟ هذه مشكلة المشكلة. يعني 20 واحد الكنترول واحد يطلع. يا انت فين يا الله يا سقي يا مباضح. والله يا سحس اليوم باضهم ماخذ اجازه عشان كذا. انت لا تناقرهم. لذلك انا اطالب بفصل عطيه وسحس. عطيه لانه يعني وجوده مثل عدمه، سمعت؟ وسحس ما ادري ايش يبغى. احنا ضحكنا بواحد الله يستر. يا هيكل ليه تاخر يا هيكل؟
احنا ضحكنا بواحد اول كان يمسك سلك والله يعني سبحان الله شفت يا سحس يوم كنت اطقطق على الناس اللي ذاك اليوم تذكر صرت منهم اي بالضبط صح. انت عطيه وابو داح احسن وهموني همودي هموني نعم اي كنت تتكلم ان الشباب اندمجوا وسووا جلسه جميله يعني اقول لك من كثر الاندماج انك تجد سلطان مع ناصر في جلسه واحده تلقى الشباب جالسين بهدوء وتخيل ناصر ساكت ايوه ساكت لا وهي وسوالف يعني واحد يسولف الثاني ساكتين يسمع هدوء وجلسه هاديه بدون ازعاج بدون ازعاج من الجلسه الثانيه علي هيك حبه هنا كيف هنا ما يمكن اقدار الحياه ركز في الحلقه وهنا وحده خله برضو اقدار الحياه تمام فتخيل انه متعب برضو كذلك مع عبد الله والشباب تخيل انه غاش غنى اليوم غنى ويتحرك يروح ويجي حمد زي ما ذكرت لقيناه يتحرك العواد ما عاد صار غثيث ما عاد صار يعني نوعا ما يشكل الثنائيه حرقان حاتم ترى هدى رجع حاتم الأول حق ماراثون واحد للأرزين أيوة سلطان الصباح ما أدري الآن مو موجود مو معه صدق سلطان الصباح مختفي في المختفي. شوف بعض الشخصيات أتوقع ما يعرف يجدد علاقات مع ناس جدد يعني خلاص تعرفت على واحد في الدوام مثلا في دائرة معينة ما قدرت أتعرف على الثاني والثالث والرابع والخامس خلاص هو كان عايش مع قصة في برنامج ماراثون واحد إنه أنا الإنسان اللي عايش الحالي معاي زيتونة انتحرت زيتونة ولا عاد شفناها ولا عاد شفناه مع أحد ثاني الحالة يمكن لو تعد سوالفه من بداية ماراثون اثنين إلى الآن ثلاث سوالف ونص تركي مشبب اللي ما عندنا مقطع 47 ثانية صار أكثر منه اللهم صل وسلم سعد الزاهب هدى يعني نوعا ما بنسبة بسيطة والنسبة هذه أثرت في الشاشة أنا بالنسبة لي أرى أن يومين ماضية هادئة لكن أعرف ليش هذا الهدوء هذا الهدوء ليش عشان يشكلون شخصيات متعددة أنه إحنا ممكن نشاغب في وقت ونكون هادين في وقت بنشوف وش تختار الإدارة عشان لو اختارت مثلا فهد معيان على مثلا ناصر حربي ليش اختارت فهد على ناصر أو اختارت ناصر على فهد نبغى نعرف إيش الإشكالية الشيء الأعظم اللي ودي أقوله أن بنفقدكم بعد يومين غير مأسوف عليكم لا غير مأسوف غير مأسوف يعني بفتقدكم يعني أنتم لكم أثر في البرنامج بس يعني أثر حلو مو مرة شوي جيد أنا ودي بس أسأل سؤال الفهد إذا كان معي مركز وأحتاج شغلة واحدة أبغى ترشيح خمسة أشخاص وترشيح خمسة أشخاص خمسة أشخاص لزيد رصيدك وخمسة أشخاص إلى ما قبل الحلم لا صارت كلهم عشر أشخاص لزيد رصيدك لزيد رصيدك ذلك يعني كنسل ما قبل الحلم يعني 10 دايركت الى زد رصيدك زد رصيدك ابغى 10 اشخاص ترشح لي من 20 شخص دقيقه ويت 10 زد رصيدك دايركت لا لازم ناخذ نقطه النقوه مشكله قص الصوت اعطوني ميوت قفل الصوت ما نبغى الجمهور يلا اصلا قفل الصوت تبدو معنا فهد بترشيح العشرة سر طيب أنا بالنسبة لي أرشح للأمانة يعني واكتب تحت كل اسم تبترشح فهد عشان نعرف ترشيح طيب أنا أرشح للأمانة
علي العمري وأرشح عمر وناصر ودحام ومساعد. عشرة. أي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة هنا وماجد. ماجد نادر. نعم. هنا أرشح والله أرشح سيف. أرشح فيصل. فيصل فقط. أيضا حاتم. حاتم والله أكثر من كذا. كم وصلت اسم الآن؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. باقي اثنين. ثمانية لازم اثنين. لا واحد. أنا رشحت حاتم. حاتم. ودحام. دحام. ومساعد. وعمر وعمر وناصر. وناصر. وعلي وماجد. وفيصل وسيف. باقي واحد. باقي واحد. لو حطيت لك مثلا بين احمد الشهراني وبين تركي مشبب. لا تركي مشبب والله. لا ذا ولا ذا صدق. طيب حمد و... لا 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 حمد مرة ما اروح. حمد اكس والنقاش. حمد ولا اهبل انت غبي تغلط علي ليش؟ بندر قال ايش حدك على المرمى؟ قال لي مرمى. طيب ترشيحاتك يا فهد: ماجد نادر، بندر المطيري، علي العمري، ناصر القحطاني، ناصر القماش، عمر القحطاني، مساعد زاهب، دحام الضحيك، حاتم الفريدي، وأيضا سيف وفيصل الشمري. طيب أنا ممكن أقول محمد العواد، تمام، عمر، ناصر، مساعد، دحام، حاتم لا، حاتم لا، علي، تركي. أنا كذا كم رشحت؟ واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة الآن صح؟ إيه. ماجد. ومتعب كيه ثمانية. اختصر يا علي. يا أخي سيف لا، سلطان لا، حمد لا، أنا أقول أحمد الشهراني تسعة. عشرة عشرة عشرة, عشرة. والله يعني قارنا حاتم مثلا بالبقيه، انا اقول يعني خلاص ما عاد بقول له حاتم. لا تزعل مني حاتم، يعني سيف والله حاتم احسن من سيف. يعني انت اختيارات غريبه. انا اضطريت اني اروح لحاتم. اختيارات غريبه. وش الغريب؟ تركي مشبب. تركي يعني تركي ولا سيف؟ سيف. والله حرام. كليلتي سيف. والله حرام. والله حرام. والله سيف. والله حرام عليك سيف. ابن حال في كل. يا اخي سيف، سيف على رتم اعلى، الاقل على رتم واحد من يوم دخل. مثل مياه الراكده. لا جاري على رتم واحد. مثل مياه الراكده. لا والله المياه الراكده اللي اللي اللي, 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 اللي يعذرني، مياه راكده مثل تركي مشبع الذي اتى نسخه مره واحد كانها الحجر الذي ذهب الى المياه الراكده وحركها ولا قبلها راكد. ما عندي هذا الأقرب. أنا بالنسبة لي أشوف حطون عبد الله حالي يكون أفضل من سيف،
في ناحيه الريالتي. سيف ممكن قدم المبادره اللي شكرناه عليها والله يعطيك العافيه. من بعدها عبد الله حالف اتجه للكمشور، من بعدها سيف الى يومك اذا ما ندري عنه. النقاش ليش ما رشحته؟ والله 10 كثير يا اخي، والله ما ادري ايش جاهم على ذا القرار. هي انا بالنسبه لي كان ممكن لو كانت 5 5 والله ما ادري ايش جاهم على ذا القرار. 10 دايركت ها؟ اعتماد خلاص. 10 دايركت. 10 دايركت. طب هم كم متسابق؟ 25 26 30 في زر رصيدك؟ ما ادري. نقول مثلا انهم 21، باقي 11 شخص. متاكد يا عم منيب؟ 24 متسابق. 24 تمام؟ 24 في منهم بعد العشره هذول في واحد متاهل متعب ثايب. ترى ما حسبناه. هذول 11 يعني باقي 10 بيتنافسون في قبل الحلم صح؟ لا. ها؟ باقي 13 يتنافسون في قبل الحلم. عفوا 13. 13 بيتنافسون في قبل الحلم. لا 11 و 13 24. لا تصدق ان ممكن هذا يكون من العشره؟ لا متى ثايب؟ يعني من هنا تسعه؟ اذا من هنا تسعه احذف حاتم. احذف تصويت الحاتم. يعني العشره مع التوتال 10، التوتال 10. مع متعب. مع متعب ومع الثاني. مع هو في اثنين بيتأهلون عبر المتجر. اثنين ايوه. اه باقي الثاني الان ما تأهل. باقي الثاني ما تأهل. اها هذا وصلكم سروم الاخ عبد الله؟ طيب ناجل ال طيب يكمل اكمل. طيب اذا 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 ثمانيه نحذف اثنين. اذا ثمانيه ثمانيه مره صاملين خلاص نحذف حاتم احذف احمد الشهراني. مو منطق اصلا ما حطيت احمد الشهراني انت. والله والله احمد الشهراني لو نجي للصدق والمنطق احمد يعني ولا سيف؟ سيف ما يفتح موضوع نقاش لانكب على بعض. هو ما يسولف صدق. ها هو شبيبه يعني مثلا القاه في كل موضوع وفي كل سالفه لو تحترق القريه شاب الدافور حقه يسوي له شاهي. مين؟ اعطني اياه اعطني. محمد جابر. ما ادري والله العظيم. هلا عبد الله. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ حياك. جبتك الكمبيوتر روم تفضل. زاد فضلك عطني محور. انت مسكتني بعد الحلقه قلت انا بعلمك. انا في الحلقه الاخيره اوكي تبغى يعني امهد لك اللي عندي؟ ايه. طيب في الحلقه الاخيره تناقشت انا وتركي مشبب وذكر تركي مشبب انك ذهبت الى الـ الى الـ الاعداد تقول ان النسخه ماراثون واحد يعني او تصفيات ماراثون واحد كانوا مزعجين. قلت من يا تركي مشبب؟ قال انت تعرفه. قلت عبد الله الحارثي. قال ايوه عبد الله الحارثي. عرفت؟ قال اني اخش عند الاداره؟ هو قال نعم. قال ان عبد الله يروح عند الاداره؟ ايوه. قال راح عند المعد وقال له ان النسخه مزعجين فقال له المعد كن كتركي مشبب جريء واندمج مع النسخه القديمه. طيب جميل جدا. اذا قال اني اروح عند الاداره فهو كاذب. واذا قال اني واجهت الاستاذ فلاح كان موجود في الجلسه سبع رجال. يعني انت رحت؟ ما رحت للاداره برا يا. من اللي كان في الجلسه؟ كان في متعب، كان فيه سلطان، كان فيه رجال وراي والله اني ناسيهم، بس كان في متعب وسلطان. طيب مو سلطان الراجحي، سلطان الصباح. هل قال لك فعلا كنت جريئا ك اي؟ قال داحمر رجال مثل تركي مشبب. اي ضرب مثل بتركي مشبب. وانت تشوف ان مثله صحيح؟ والله المثل جاء من الاعداد من عندكم. ها؟ جاء من الاعداد من عندكم. واذا الاعداد يعني هو مثل الاعداد صحيح ولا غير صحيح؟ الاعداد ادرى مني انا. لا انت بعد لك راي. انا رايي انه يستاهل. هو له راي ما قلنا شيء. بس انك كذاب، انت ما رحت الاداره. لا ما رحت الاداره. اي لان احنا لان كنت تهمت انك انت العصفور حق الاداره. لا لا ما رحت الاداره نهائيا. طيب ليش انت متذمر انت متعب الرقعان من النسخه دي يعني القديمه؟ دليل ذلك انه يوم قاموا يدرسونكم في 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 اخر مداخله في الكومشن روم في فقره النقد السابقه قمت انت متعب الرقعان بالرقعان غاضبين من الجلسه. لان الشجاعه مكتسبينها من اجدادنا يا ابو معيان ما يدرسون اياها هذول. لا الحمد لله ما عاد انا اشوف في الوقت الحالي ما عاد تحتاج شجاعه، اجدادك كانوا شجعان لانها كان وقت. لا ان جينا الصدق والمنطق يعني يحتاج الشجاعه، انت الان في امن وامان. شوف شوف احنا نتكلم عن شجاعه الراي. شوف برضه شجاعه الراي مكتسبينها. تفضل. طيب ليش انتم زعلانين من النسخه الاولى؟ بما انك شجاع في رايك. والله النسخه الاولى في اقليه منهم كويسين وفي اقليه منهم كثره المقاطعه مثل كثره التخريب
مثل واجد. مثل اذكر لك اسامي؟ ايوه. ما هو بضروري اذكر. والشجاعه؟ بس يعني في حياه. شجاعة عادي بذكر لك والله، بس انا يعني في حياه يعني. طيب وهم يوم ذكروا يوم ذكروكم في التقرير و... انا ذكرت في التقرير بعد. اسالك انا، يوم ذكروكم في التقرير كانوا قلال ادب يعني؟ ما اي في التقرير قال لي ناصر القماش الدكتور كانوا قلال. اصبر انت جاوبني. انت تقول انا في حياه، هم يوم ذكروا اسمعكم في التقرير كانوا بدون حياه. والله حتى احنا كنا والله شوف بتقريب. شوف شوف دقيقة، مسألة انك انه انا مثلا عندي حياة مو معناته اللي قدامك لي حياة ما يدخل. انا متردد في فكرة اني اذكر اسماء اذا كان عندي انا حياة، بس مو معناته اذا بتقولها انه اللي قدامك لي الحياة براحتك. لكن مسألة خلينا نتكلم صراحة. شوف نجي للصدق، احنا كمنعطف سعيدين ذاك يوم ضحكنا ومستانس، وانا اول واحد ضحكت على حركة الشباب. لكن ان جينا للمنطق المتسابقين حركة غير جيدة، وانت تعلم في النفوس فيها شيء تروح تزيد الغل. لا تزيد الولول. لا تزيد الولول. لا تزيد. لا لا انت معناته تصطاد في الماء العكر. ما فهمت. الا 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 احنا دائما نتشدق بفكره اني انا ما اتيت اكسب صداقات، اتيت اطلع. لا 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 تطرف لي. لا لا شوف ما برحمك. شوف يا حبيبي احنا انا بالنسبه لي ما هو انا ما في منصه حرب. لا 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 تطرف لي، بحاول افوز عليك واحاول اسبب ايوه ايوه بالعلم الزين. بالعلم الزين مو هو اللي اسميها انا بال محاولة انك تكسب فوق راسي مسألة معينة. والله يعني اذا اعطيتني راسك ايش اسوي؟ لا بكسب. لا معلش لا لا, 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 لا انا بالنسبة لي ارى ذاك يوم صح ان ضحكنا وكم رأي منعطف انا كعلي الغامدي مستانس. طيب انا لكن جينا من الطرف الاخر. عندي سؤال. لا عندي سؤال. انا جيتني يا استاذ عبد الله في المكتب قلت انا ابغى اتحدث. حلو. نعم. وقت شفت نحن قمنا نتحدث عنك عشان انت تعرف مرة ثانية اذا قلت انت ما تقدر يا عبد الله. لا اقدر. انا اسمع لي بس اسمع لي عشان انا ذاك اليوم في المكتب قلت لك انت ما تقدر، انت ما تصلح يا ابن عيال، انت ما تقدر لانك تجي في المكتب تقول انا عندي الراي الفلاني وابغى اطرح الراي الفلاني وانا عندي اقولك يا عبد الله. انت رايك حلوه تحت الهواء، بس اذا فتحتكم بجروم انت ما تقدر. ابو عيان صح ولا لا؟ انا دقيقه عبد الله، كان تركي مشبب موجود. ايش قال عبد الله الحارثي؟ قال انا لا كلمني كلمني انا كلمني. ايش قال عبد الله الحارثي؟ اغسل شراعه. لا ما قال اغسل شراعه، قال عبد الله الحارثي انا بتكلم في فكره ان تركي مشبب يكذب في سالفه انه انا عصفور الاداره. انا ماني عصفور. انا فلاح كان موجود في الجلسه وذكرنا بذكر اسماء. والله ما قال. ايش انت ما قلت لي بذكر اسماء؟ انا بذكر اسماء النشره اللي سويتوها. ايش؟ ناصر القماش ومساعد زاهب اللي تكلموا عنه في الفيديو. وبتكلم عن الشجاعه. اول شيء اسلوب الشباب انهم يعلمونا شجاعه، ما استحوا من اخوياهم حتى لو طقطقه. انت الان تتبنى فكره تدافع عنها عشان تطبق وجهك انت الثاني. يا ابو عيان صل على النبي. اطبق راسك الحين. اكمل محور حديثي. اتفضل. اولا احنا الحين اندمجنا 10 من المجموعه الاولى 10 من المجموعه الثانيه علشان نكون مجموعه واحده ونجاحنا من نجاح القناه. هذا رقم واحد. رقم اثنين سالفة التحالف والتكاتف بين المجموعات أنا ضده ترى. شلون؟ يعني أنا حاليا أشوف أن فيه تكاتف بين المجموعتين وهذا غلط. ليش؟ لأن الحين حنا 20 رجال على قلب واحد إن شاء الله. طيب سلامتك. يعني إيش أنت تبغاهم متفرقين؟ لا ما بيها متفرقة، بين نكون 20 رجال نساعد بعض ونعاون بعض. يقصد أنه فكرة أنه مجموعة أولى ومجموعة ثانية ما عندنا خلاص اسمنا ماراثون. اي ماراثون. يا سلام. انا فاهمك انا فاهم. عنده مشكله. فانت تنتقد الشباب انهم ليش انتقدوكم في التقرير؟ لا في التقرير حقهم كان مسيء. يعني عمر القحطاني اسال الاداره وناصر البريك قال كلام للاداره. ما تعاقب عمر القحطاني زي ناصر البريك. لا عمر القحطاني ما اسال الاداره الا قال وقف وقف اسمع قال انكم رشوه مرتشين. لا لا ما قال. لا لا دقيقه ما هو عمر القحطاني، ناصر قماش يطقطق عليك انت. ناصر قماش اي كان يطقطق عليك انت. عمر القحطاني انتقد هو ان الشباب انتقدوك انت، ما انتقدوا الاداره. ليش؟ لانهم يقولون هذول على اي اساس اهلته؟ هذا مش ندري عشان تاهله. عمر القحطاني كان يقول ان سلطان الراجحي مثلا نصا غير ندا لي في الرياليتي، كيف تاهل وانا كنت اطحن في البرنامج؟ وناصر كان يقول انك انت تنظيري وانت ما انت بند لي، كيف تاهل؟ في خلاف الناصر البريك كان يقول ان الاعداد يروح لاشخاص ويدفهم على الشاشه. فرق واضح؟ واضح. تفضل علق. زاد فضلك. غير كذا ناصر قماش لا تخلط. لا تواجهنا في استراحه قال لي انا عندي روتميزيوم في السن. قلت روح دكتور باطنيه طقطق عليه.
فهو أخذها من باب الجدية بس. هذه مشاركتك تي. إيه. الله يوفقك حبيبي. خلاص. والله أنت خلاص. لا يعطيك العافية. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك. أعطوني نصر قمر. لا أنا أحتاج ترك مشبب. إيش تبغى ترك مشبب؟ عشان نشوف هل هو يكذب ولا لا. أعطوني ترك مشبب. ونشوف. مسألة إنه تيجي ترمي كلام إنه هو يروح ما يروح بس ترى. نبغى نسأل سؤال واحد. نبغى نسأل هل أنت تكذب؟ هل أنت تكذب؟ ولا لا. ما تكذب بس. تفضل. واللي بيحلف يمينك زلمة ويروح. ليش أنت حنة؟ من هو؟ شو يقول له ترضخ يقول أنت ترضخ. لا لا, ترضخ. لا لا لا. لا على العمل. تعال تعال. على العمل. على العمل يعطيك. شغل شغل سبيكر يا مساعده. شباب. خلا خلا يبغى يشوف لي يقول لي أنت ترضخ يقول لك ده يقول أنت ترضخ ها أستاذي هلا مرحبا هل أنت تكذب خان خان يا أتكلم بنقاط بتكلم فيها يا أخي أنا سألتك سؤال وغاية أنا بسألك ما نبغى نبغى أنت رجل تفتح نوافذ أنت مثل كمبيوتر لا لا ما نبغى كمبيوتر خليني أتكلم فتح بنافذة فتح بنافذة أدو خليني أتكلم خليني أرد عليه أرد عليه بتكلم ممكن تسكت لا ترد ما أبغى ما أبغى ما أبغى ما أبغى فقرتي علي أسبر علي أسبر تفضل اسكت لا ما نفسك وما تسكتني بعد معي طيب فيت صوت وش أنت قفل صوت سكتك غصب الآن غصب أيوة سول الآن سول سول, سول مع نفسك سكتك الآن سوي كذا كذا أيوة خلك أيوة افتح صوتك افتح صوتك وبسرعة قفل 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 افتح افتح صوتك افتح افتح صوتك افتح صوتك تاك رجع قفل يا اخي تحط نفسك في موضوع انا ابغى اسالك ليش انت ليش انت تكذب بس ها لا 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 حركاتني فيها زهده اوه لا 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 ليش لا ليش التصعيد ليش تصعيد ليش تصعيد ليش تصعيد ليش تصعيد عطنا مايك عطنا مايك عطنا مايك انت ما انت بشجاعه بعد معي اعطيك اياها خلني اتكلم انا اقول اسكت خلني اتكلم لا ما انا صايم ما بنت سكتني طيب انت ما تسكتني ما سكتني اي بس بيت صوت ايوه انا سكتك انا سكتك تعال 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 خلني اسمع صوتك سمعنا عطر عطر صوت مساعد عطر مساعد عطر 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 صوت مساعد هلا ابو هلا سلام يلا سمعنا صوتك اول شيء الله يحييكم هل تركي مشبب يكذب ما علي من تركي عليك وجه الله خلنا نتكلم عليك وجه الله جاوبني ما ادري ما علي من تركي علي من عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن اسمع إيه؟ وش قال تركي مشبب عبد الله عبد الرحمن انسان غير صادق ليش كذاب لانه قال لا لا ما قلت كذاب غير صادق وش غير صادق يعني كذاب افهم طيب. اللي تفهم يا فهد العيان قول لا اله الا الله حق ايش قال عبد الله عبد الرحمن قال مساعد زاهر تكلم علي في التقرير انا ما تكلمت الا على مجموعتي يا عبد الله عبد الرحمن ارجع للتقرير نفسه انت اللي تتكلم عليه هو ذكر اسمك بالله والله ما تنجم على عادي عادي عادي, عادي سقط اسمك سهوا يا مساعد سعد عبد الله عبد الرحمن انت تصبح نجما على ظهري سعد سعد ابو سعد شو 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 يقول نجم على يصبح نجما على ظهري انا عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن دقيقة 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 ينجم يقول نجم على ظهري تنجم على ظهري وانت ما كملت 19 يوم ما عليه بعلق بعلق لا 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 الله لا ترفع عبد الله عبد الرحمن لا ترفع لا ترفع صوتك اسكت لا ترفع صوتك اهدا تناقش معي كيف كيف تسولف متى ستنجم خلاص ابشر اعطني مجال الله يرحم والديك اقسم بالله نجوميتك مثل لون الكابل على الراس صدقت صدقت ما في شيء نجوميتي خلتك تتكلم فيها على الله ايش نجوميتي تكلمت فيها انت على الله اسمع ما بلنت ما بلنت الله يرحم والديك لا 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 ما في ما في اذا تكلمت انا تصمت ايوه اهدا ايوه هدوء 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 مثلا تقحم الرجل في موضوع الرجل ممكن ذكر اسمك سهوان بالخطا اللي هو اللي هو اللي هو بس مساله انك تصعد الموضوع والله ما تنجم على ظهري هذه فيها عدم احترام اقول لك هذه اللي عدم الاحترام اقول لك حاجه علي الغامض اقول لك حاجه لو سمحت لو سمحت اذا بتسمح الله يطول في عمرك ويخليك لنا دقيقه لو الله لا يهينك عبد الله عبد الرحمن ترى يجيني برا يقول تكفى ابغى اسوي معك ريالتي ابغى اسوي معك ثنائيه اذا ما تدري طب هذا الشيء هذا الشيء اللي تقوله هذا الشيء صح هذا الشيء صح اللي تقوله ايه يعني هل بوجهة نظرك صحيحة؟ كيف صحيحة فيه؟ عطول عبد الله عبد الرحمن تقول هالكلام قدام العالم هو اللي جاني هو اللي تبلاني يقول أنا متكلم فيه صدق حق هالكلام اللي قلته هل هو مفروض أن يطلع الشاشة؟ إيه مفروض عادي يعني عشان يدري لأن أنا متكلم فيني ليه ما تقول هذا المفروض؟ يا علي 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 طيب خلنا نتكلم صدق خلنا نتكلم صدق مساعد الزام كل الكلام اللي قاله في التقرير هو لا يعني به مجموعته ها بيض على وجهك ان جينا لدفن الكلام صحيح اللي اذا جينا لدفن الكلام بيض على وجهك اي ادري ادري اذا جينا لدفن الكلام زي ما يقول رفيق اللي جنبه نصر قماش تمام
هو دفن كلامه ممكن تهدى انت وكلامه معني به المجموعه الثانيه. كلام علي صح يا مساعد؟ ادري انه صح والله لا غير صحيح فيه. طيب اقرا والله لا تحدى غير صحيح. انت ما تدخل في راسي يا علي. لا 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 ما ما تبيع البيض على سلاقينا. غير صحيح يا ما تبيع البيض على سلاقينا. يلا مساعد 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 لا تستهبل علي. ما استهبلت اعطيتك صدق. لا 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 احنا كلنا نعرف انت ما تقصد فلا تستهبل. طيب انا تعرف من تعرف من اقصد. انا ايش تكلمت؟ اكرمني بسكوتك دقيقه بس. تفضل يا عبد الله. اولا يا استاذ فهد الرجال هذا كاذب والان تبين على حقيقته انه كاذب. سلام عليكم. والله لا جيته ولا كلمته ولا ادور ثنائيه معه ولا فكرت ولا جاء في بالي ولا في خاطري اني اسوي ثنائيه معه. الرجال واجد 20 رجال غير كذا. انت اصلا تشوف الجلسات تشوف البث قلت شفتني جالس جلسه مع مساعد عشان تعرف انه كاذب. مساعد هرب ليش؟ ليش هرب؟ لانه مع الفانز. لا مع الفانز يهرب من مع الفانز. دقيقه دقيقه مساعد انت ارجع ارجع للقطه ارجع للقطه من جلس جنبه ناصر عمر قام قاموا والله العظيم مساعد يعني تواجد هو تواجد تدري مساعد طلع طلعوا هذا هو موجود. انا موجود انا موجود. قمت منها يا ناصر. قاعد اذنك انا برجولك ليه يا حبيبي؟ لو سمحت حبيبي ناصر تفضل ما دعيتك. ايوه يا ابو معيان تفضل يا حبيبنا ما دعيت. اعطوني مساعد لا تشر له. اي ليش لا احد يلقبك الكلام يا مساعد زاح. لا 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 تهرب ارجع لكم شروم يا مجرد رجال. هربت من هو؟ انت لن كلامه لن كلامه لن كلامه ما يعني. لا لا هاي تعال كلامه ما يهمني. لا هو راح اوقف عنده راح ياخذ. ما هو طال عمرك لما تقابل رجال الصدق لن مثل الحصن يتلف وتدور. لا 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 تقول حصني يا فهد معيان. فهد معيان فهد معيان لا تقول حصني. لا تقول حصني. الحصني خاطر مساعد يا ابو معيان. بخصوص بخصوص يا اخي انت يا مساعد لا تخليني اقول لك ايش تقول الشباب عن الرجال يوم تقول عينه اطيت. لا تخليني اقول يا ما تقول ولع. سمعوك الشباب في الكنترول في الستوري اديتور. تفضل يا عبد الله. ما دام انه لحقني في قفاي بخليها في قفاي ما يقدر يقولها في وجهي. هذا رقم واحد. رقم اثنين ابو معيان الرجال ذا قائد واتبع حقينه عمر وناصر القماش مطبلين. والله كلام ومسك ومسك الختام. سلام عليك. بس جابها والله انه جابها والله نجاب. انا اترك التعليق للامانه. والله نجاب. انا ودي ناخذ عمر قحطاني ناخذ علم شغله حقاني. هم مثل مثلث برمودا صدق. كل واحد ماسك زاويه تخش مع واحد منهم او ضد واحد منهم داخل الاثنين صدق. وانا اتكلم صح. اعطونا اعطونا الشيء اعطوني 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 اي احد. ما انت ابو عمر. عطنا سعود في الكمش بروم سعتيبي. لا لا والله نبغى عمر. اعطونا عمر والله نبغى عمر. اعطونا عمر والله يا اخي. انا استغرب من الواحد اذا قام كلمه يوم جا الرجال هرب. ليه تهرب؟ والله ما يعني الكلام. انت اللي جيته وما جاك. ما جاكم انت اللي هو. لا هو واضح انه يدور عليه من زمان. تمام. نضرب مثال انه سقط اسمك سهوا او عمدا. تمام. شوف كميه الانفجار اللي فجاه لوهله واحده فقط لا غير. اعطوني اعطوني عمر قحطاني. عد لي كل مداخلات مساعد ال زاهب في الكونفشن روم كلها كانت ضغط واستهبال ومزح وطقطقه الا المره دي. ايه عمر حبيبي. سلام طالما. كيف حالك حبيبي؟ الله يعافيك. مساعد الان دقيقه. مساعد الان جالس يوجهونه الشباب فهو بغى يقوم الكمش الرومي يجي هاوش عرفت. قال له سيف اجلس. فهو يعني الروتين متعودين عليه من يوم دخل. عمر حبيبي الان انا دعيت مساعد زاهب صح؟ نعم. انتم جايين فزاعه معه؟ لا لا بس الرجال ذكر الان ناصر. لا مو منطقي. ناصر قماش يعلم كيف تتكلم ويعلم مساعد. ابغى واحد يا اخوان يعطيني كلام من راسه من الثلاثه. من الثلاثه هذول بس بعد اذنك. بس والله هذا المايك عندي انا وانا لما منظركم مو حلو. انا جالس على الشاشه في واحد يقول لي قول كذا. والله انا انا ما انا ما يصلح. على خشم هذا انا معك. تفضل سب. انتم جايين فزعين المساعد قماش؟ لا بس كنا داخلين من المكيفات من البرد. ها؟ كنا جالسين هنا ويوم جلس مساعد وقال طرانا فالرجال ذكرنا. يا دحام انت جالس تسوي مساعد نسمعك. قفل. لازم لازم تحذف بالمايك يا دحام. نسمعك لاني جالس اسمعك يا اخوان. ببيع القضيه انتبهوا. تفضل. اقول كنا جالسين انت من هنا علشان المكيف مسكر والمكان ذي دافي. لا انت لا 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 ويوم تك اسمع انا نبدأ. شفتك يوم دخلت. ايوه ايوه ويوم تكلم الرجال وجلس مساعد وكان يحددنا بالاسم. أنا اللي هو أنا وناصر وذكر مساعد. صدق أنت كنت أنت طرحت وجهة نظرك في نعم نعم وكلامه ما في مشكلة. أنا بقول لك طيب
هذا هو هذا احمد الشهراني. انا دخلت صراحه كنت ابغى اشوف وش مواهبهم في البرنامج، اكتب اسمه في الهاشتاج ما في له ولا مقطع. طيب وش موهبتك في ذكر انا موهبتك التمثيل. ايش التمثيل؟ وش تمثيلي سويته؟ وين التمثيل اللي سويته؟ مثلت واجد. عطني التمثيل، وش المسلسلات والمسرحيات العالميه اللي سويتها؟ لا لا هنا مثلت. لا لا عطني مسرحيات، انا مو وقت تقول لي تمثيل اني انا اقلد شخصيات. يا اخي على خشمك ايش سويت؟ عطني مسرحيه سويتها في البرنامج متى؟ مسرحية اللي أهلتني في الأول غير هذيك. مين مسرحية هذيك؟ تقليد هذيك، هذا تقليد مش مسرحية. تقليد إذا تعرف التمثيل هذاك تقليد مسرحي، هذاك تقليد مش مسرحية. مسرحية لازم تقمص دور. سؤالنا واضح، ما هي المسرحيات اللي سويتها بعد ما تأهلت غير اللي سويت اللبناني اللي على الهواء في الستيج اللي قدامي اللجنة وسعود وتركي؟ طيب أتكلم تفضل. يوم أقول التأهيل اللي هي التأهيل عند زياد اللي هي حقة المؤثرين حق التواصل الاجتماعي. كل الشباب هلا كل ذيك مثلوا بكل الشباب والدنيا. طيب حقت مسرحيه العواد اللي دعاني فيها انت خليك البرايم. هذه مشاريع، هذه مشاريع انت مجبور عليها غير المشاريع والفقرات الرسميه اللي مجبور انت على فكره اداء شيء معين، يا مسرح يا تمثيل، لان لا صوتك زين ولا عندك شعر ولا شيء، ما لك الا تمثيل، فاقرب مخرج عطوا تمثيل. ايش عندك غير هذه الفقرات الرسميه سويتها؟ حقت العواد ما كانت في البرايم، كانت هنا في الستيج. دقيقه صلي على النبي. وفيه مشهد اسقاطه سويتها قبل يومين يمكن ما طلعت على الهواء. انا ودي ان قلت اني على الاقل اتحرك، يعني اتركني مساء. انت ايش ملاحظ على احمد الشهراني وكيف اقحمت احمد الشهراني الان؟ ايش كومكم انتم متحاملين على؟ بقول انا والله ما بيني وبينه موضوع عبد الله، يعني أنا والله هم لا كل واحد هم فتح بنافذة، كل واحد يقوم الثاني. لا بيجي أحمد شرام بعد شيء يدخل. لا لا أحمد لن أستقبله، أحمد لن أستقبله، تفضل. طيب أحمد الشهراني قبل يومين جاوب لي كود بديون يسهل حياتك ويضبط لك أمورك، لك ولك أفخر الطيب، الطيب والعود والمنتجات اللي تجمل حتى صحتك ما نسيناها مع هالشاب، وحتى أطفالك وأفراد عائلتك نضبطهم مع جزل. والكود نضبطكم بأكثر من 6000 منتج في متجر بي إل وحتى في المطاعم والكافيهات، منيوهات ما نساكم. ومع بات سويتس تحلى الجلسات، فواكه مغطاة بالشوكولاتة البلجيكية. بي دي ون منكم ولكم. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. برنامج رصيدك هو البرنامج الأضخم على مستوى الوطن العربي قريباً على شاشة بداية، ولكن نصيحة لا تقدم علينا، طلباتنا كثيرة ومعقدين شوي، نبي منشد، ممثل، خفيف دم، موهوب، لا وفوق هذا بتصور مقطع 90 ثانية وبترسل على الرقم هذا وبتقابل لجنة تحكيم، ممكن يرشحونك وممكن ما يقبلونك، موضوع مرة طويل، لا تقدم علينا إلا إذا أنت قدها وكيف. يتقدم التأثير إن شاء الله والإيجابية وأخذ المركز الأول وأدخل زد رصيدك بإذن الله. جاي أقدم مواهبي على الشاشة، جاي أطربكم بالإنشاد وأقدم الرياليتي. الواقعية اللي نعيشها برا جاي نعيشها في القرية. جاي أعيش تجربة جديدة وإن شاء الله أقدم اللي علي وأكثر. جاي أتأهل برنامج الماراثون وأفوز بالمركز الأول في برنامج زد رصيدك. جاي أقدم إن شاء الله الشيء اللي يليق بالقناة ويشرفني كمتسابق بكل واقعية. أنا جيت أتأهل في الماراثون عشان يوصلني لزد رصيدك بإذن الله. أنا إن شاء الله أني جاي أحجز مقعد على زد رصيدك، والوعد قدام بإذن الله. أعيش واقع الشعر في هذا البرنامج، أعيش واقعيتي بدون تكلف، أعيش واقع بداية بكل حب. جاي أتأهل في الماراثون وأخذ إن شاء الله المركز الأول في زد رصيدك. جاي أكسر الدنيا بصوتي. والله ما أدري ليه جيت أنا، دقوا علي قالوا تعال وجيت بس. شكرا عليكم.
وين اروح وين اروح؟ تعرف علموني خلاص اشغلتنا الله يشغلك. امشي الله يشغل العدو. وش المواهب اللي جايب لنا اياها انت وجهك؟ مني جالس على الجوال، جوال مع مين؟ هو الجوال هذول مني تعرف مقابل وش اللي يقدم هذول؟ انت ما ادري الجوال مع مين؟ ما مو مقول انا بقعد كل مره في لجنه ابتدائيه اقعد اطرد السيئين. اسكت بالله اسكت اسكت. اعطوا اللي بعده. معكم خالد عبد الله، متخرج متخصصين الحمد لله، ماجستير اداره عقارات وايضا بكالوريوس تطبيقات الكمبيوتر. اعمل كمترجم طبي ايضا. وايضا صوتي جميل. وامل فيها مشايف. ايوه يا شيخنا هذه المواهب اللي نحتاجها. ما نحتاج واحد يجي هنا هو ما يدري اصلا ايش يبي. لايامك واحلامك في وهمك. هذا اللي نبي. كذا قدم علينا ولا لا تقدم؟ بس هذا هو. ماراثون وحسن تنتدح مع المدن، وقبل النهاية فيه لفة وتدوير، ولجنة يحطونك على حبة النشد، قوان يصوي خلونا الأهداف في حيرة. عطني عطني عمر، امنعنا من الفواصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الله يسعدك، هل بتكمل ولا بتسمع كلام علي العمري يوم قال هدها ولا تشدها؟ لا لا كلام علي ولا بتكمل؟ لا كلام علي مدرسة واتعلم منه. يعني بتسمع له؟ اسمع له وش؟ بتهديها وتلعن الشيطان؟ على خشم. ها؟ على خشم. اللي يزيد لك والله. لا والله على خشم. ها تفضل. واعتذر منك. الله يسعدك حبيبي. سب. خلاص الله يسعدك. باقي عندك شيء تضيفه؟ انت كنت سالني اي سالتك عن ايش جاكم على عبد الله الحارثي واحمد شهراني. والله يا طويل العمر والسلامة الشباب الله يهديهم في مرة اثنين هاشتاقاتهم كلهم طايحه، لازم يذكروا المجموعه الاولى عشان تنتج. احنا تناقشنا هذه. انت جاي عشان الفاصل. اسمع اسمع انت جاي عشان هاشتاق عشان تلاحق جمهور ولا جاي تقدم نفسك عشان نركز؟ ترى اذا قدمت نفسك بشكل جيد جاك الجمهور. تركني ما تلاحق الجمهور. اتركني من ام الجمهور. طيب عشان تركز يا استاذي الفاصل طلع من العيد، يعني اللي قبل العيد سالفة الهاشتاقات ما كلها طلعت عشان ما تناقض نفسك. اسمع كلام علي العمري لكن اسمع بذكاء. والله العظيم الان احنا قلنا انك انت وناصر ثبتها يعني اساس قدام جمهور. انا المول الاعلان الهاشتاق الترند الاول والله علشان كذا صل على النبي. انا علشان كذا هاشتاقي ما هم اللي قويه. اذا يبغون محور يا اربع هاشتاقاتهم عندهم حاتم الفريدي عنده جمهور ما شاء الله. يا اخي والله انك انت ويا الثانت ويا الثلاثه كانكم اللي يقول وما انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشدي. انا دعيت مساعد الزاهب الرجال ذكر اسمه وقد سقط اسمه سهوا. أسلم. جاي ينظر الآن ويقول إني أنا الرجال جاني قال تعال سوي معي ثنائية. هاشتاق أصبر أصبر. تميز عمر القحطاني في صبر. تويتر 274 متابع. عشان كذا 274 متابع الآن أشغلنا فيها الأستاذ عمر القحطاني اللي يعتقد الآن أنها محور الكون وأتى بالدنيا وما عليها. بس يعني لا تحاول أنك تقول شخص على أخوياك وأنت 200 متابع. هذا اللي انا اقوله صراحه ذي ما بمتابعين. هذا اللي انا اقوله يا ابو دخيل. إيه انا ما لا تحاول تعيش الجو يا عمر. لا تعيش الجو كلكم سواس. عشان اكون منصف عشان كذا اقول يطري حاتم. حاتم عنده جمهور. عشان اكون منصف اعطوني احمد الشهراني في مكانه واعذرني يا عم منيب عشان بس اشوت. اعطوني احمد الشهراني في مكانه. احمد الشهراني استاذ احمد الشهراني. استاذ احمد كيف حالك حبيبنا؟ اهلا وسهلا. عندك تعليق؟ كيف عندك تعليق؟ ما عندي تعليق. لا تعليق. لا تعليق. انت كالعاده اصلا لا تعليق. رجع عمر. لا 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 لو بتكلم يبقى لي حلقه كامله. والله انت عشان كذا انا ما اجيبك لانك كالعاده لا تعليق. لا لان اهل العقول في راحه. انت ما بدخل في نقاش غير مفيد. اهل العقول في راحه. اي نعم. لان كلامي كان واضح. ممتاز. بس هو قلب الكلام. شكرا. حبيبي هذا كله ولا تعليق. اجل لو بتبغى تعلق ايش قلت لك يبغى لي حلقه كامله. ها تفضل. ابد. يا اهلا وسهلا. رجع لنا عمر القحطاني. يقول اهل العقول في راحه. نعم انا اشوف نصاعدك عشان كذا انا مريح راسي منهم من اول ما اتجنبهم في اي نقاش ولا ترى في خاطري واجد. ايش في خاطرك تفضل. والله واجد تفضل. والله شوف بقول لك حاجه اخويانا الله يهديهم بالمجموعه الثانيه وحنا حاولنا نندمج معهم وهم ينسحبون. تعالوا يا شباب ادخلوا معنا
كمهم رايحين بس تركي مشبب اللي لا تركي بس اللي دخل معه الان على اللي صار اليوم والله ما لومهم ما راح ادخل مثلث برمودا خل حيكمل نفسه داخل مفقود طالع مولود ما اقدر ادخل ما اقدر ادخل مثلث كمل برمودا كمل خل احنا نسمع في مساعد وناصر و خل احنا نسمع يا مزمع يلا سمع سمع يلا كل ما كان لا بس عشان ما نظهر دقيقه ما نظهر بمظهر ان المجموعه الاولى الان اتت بكل ارجاء العالم والمرج الله يخليك ترى كل اللي سويتوه كله 21 يوم سويته يا شباب انا لاني مع هذولا ولا اني مع هذولا أنا عندي مشكلة في إني لن أدافع عن أشخاص لا يستطيع الدفاع عن نفسه، هذه مشكلتي يا علي. أنا ماني موظف هنا إني أدافع عن عبد الحافي ولا عن أدافع عن المجموعة الثانية، يدافع عن نفسه أنا ما أدافع عن أحد بس لا تجي بأشياء مغلوطة وتقول هذه حقائق. أرى أنا الحين بطرحها بعد المداخلة، أنا ودي بس أنا لن أدافع عن أحد. يبغى يرد هو يرد ايش عليه فيه؟ أقعد أدافع عنه؟ أنا ما أدافع عنه بس آراءنا لا تنقال في نفس المداخلة عشان يسمعها هو في وجهه. طيب عادي. تفضل يا عمر فضفض باللي في قلبك بعدين نسمع الاراء الاستاذ علي واذا كان يبغى يناقشك تفضل الحقيقه انا من يوم رجعنا الماراثون لا وانا مهدي الوضع للراسي والله قد بينفجر من الصياح المجموعه الثانيه انت تقول حاولوا تندمجون معهم ورفضوا الاندماج فاهمين الاندماج غلط ليش؟ احنا احيانا قمنا نمزح نقول مجموعه اولى ومجموعه ثانيه ولا احنا ماراثون واحد الا هم صدق شادين انهم مجموعه الثانيه لحالهم والمجموعه الاولى لحالهم اللي هم الجميع الا تركي مشبب لا بعدد لك كم اسم شادها بقوة مثل ناصر البريك عبد العزيز النغاش متعب رقعان متعب رقعان كان يقول في ماراثون اثنين انه ودنا معكم بقول لك ايش اللي صاير متعب رقعان من بعد احمد الشهراني طيب من اللي معه سيف مع احترامي لسيف بس هو كان سيف معه. قال انا ماني معهم بس انا جالس معهم يتحيز معهم اكثر من مره طيب. ايش اللي صاير ها. اي فعاليه تجي اذا صاحبها من المجموعه الاولى يا اصيح واخرب يا انسحب اقعد هناك واطبل واصفق عشان ازعج اخرب عليه ولو ما جت له فعاليه والله انه يطردني حتى برا حتى انا الله يكرمك برا عند دوره المياه تكفى عندي فعاليه تكفى تعال شارك معنا هل هذه شكواك لحالك ولا شكوى الغالب؟ لا لا اغلبنا كلبونا لكن مشيناها نبغى نقول يلا بنندمج حين وياهم الحين بنندمج الحين كل ليش يوم ليش ما يكون الخطا منكم يعني انتم؟ يعني مثلا اعذرني ابغى اقول لك شيء مساعد الذهب الان انا كمجموعه ثانيه لن امن مساعد الذهب لان ببت ما جنبي بيبيعني انا اي انا مو مجموعه ليش ما تقول خلل منك؟ انا اي شخص في هذا الكون انا حتى فضاء حتى الجن لن استامن لا هو ولا عمر الناصر لا على فعل ولا على قول ولا على سر ولا على فعالية ليه؟ لأنه على طول نشر إشراع أي لو أجي أفضفض له في لحظة ضعف يعني لا قدر الله صار لي ظرف معي وفضفضت حاجه ألقى على هو مع مرة أنا أحفظ حق الرد لمن أراد أن يرد من الأسماء والله في حاجة يا أبو إيه تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش اللي أنا كنت هو الآن جالس يأخذ الدرس الثاني لا والله غير إني فيه إربيز عندك إربيز لا لا غير أضيع لك شوي كبرس اللهدوم بالله يا عيال مني معاه في المجلس كلهم عطونا مجموعتين موجودين كلهم مجموعته لا لا مجموعتين كلهم مساعد وناصر وفي واحد مع الباب التيفو حقه اسمح لي رجع لي يا قلبي رجع لي يا اساتذه احد منكم يبي يرد باقي بقول كلمة يا ابو معيان ناصر خلاص كفاك عمر ابو معيان باقي بقول كلمة تفضل يا عمر بعدين نرجع للي من خلني بخلص خلني بخلص خلص الرجل يخلص حنا نحاول نحن ما نطري مجموعتين لكن حنا نشتت نقول خلاص حنا ماراثون واحد هم يقول لا انتم ماراثون مجموعة وحنا مجموعة يا شباب كلنا ماراثون هم ينفلتون لكن انا حاب اقول لهم بيت يقول لهم كلهم بحكم ان احنا نبغى ندخلهم المود وهم رافضين يقول حاولت فيك وصرت كانك ولد نوح ناداه ابوه ولا ركب في السفينه وهذا اللي عندي يا ابو معيان الله وجهك يا ابو معيان طيب هو ليه من يريد ان يرد منكم يا اخوان النقاش طلع لك صوت انا بقول شيء لا عجيب استاذ فهد يا ناصر وقف ناصر قماش اشغلتني بابا انا ابغى ارد طيب ابغى ارد يا ابو معيان على من خلاص رد عمر ابو معيان خذكم اجازه ولا عزوزتك بعدهم بسمع لك ابو معيان تفضل زاد فضلك اولا ترى ما حد من مجموعتنا يطلب احد خلف الكواليس شيء عندنا فعاليه جينا سويناها نكلم الاعداد بس يعطونا الموافقه هنا موافقين عليها ولا لا بس ثاني شيء الرجال عمر انا اشهد له شهاده حق ان الرجال ممثل عظيم
لأنه يمثل شخصية في القناة وشخصية أخرى خارج القناة، فهذا يدل على أنه ممثل عظيم جدا. الشيء الثاني أبو معيان، الله يصب والله العظيم، بعد 49 يوم عبد الله الحارثي فصفص ناصر قماش مساعد الزاهب وعمر قحطاني عطاهم، كان واحد قدام اثنين مطبلين وراء وعمر القحطاني ممثل برا وقدام، والله انه صادق، الشيء الثاني والله انه صادق. خليكم الشيء الثاني استاذ فهد، تفضل. انت مع احترامي الشديد لك اخطيت خطا كبير. ليه؟ خليتهم يعلمون الشجاعه وهم لو جو في النقد يجون اربعه ولا خمسه، ما في شجاع يجي الحال سلامتك. ما عمتك عمتي اللي علمتك. يا عبد الله الكلام الحلو ده قوي والله قوي والله قوي. واحد اثنين ثلاثه اربعه، تعال بس اضرب اضرب في مليان. شوف جاب يا متعب، قفلنا بكره بنخلص بكره. عطني ناصر قماش، عطني ناصر قماش يا عوان يا اخوان، عطوني اصواتهم يا اخوان، اصواتهم يا اخوان، مستمعين من اصواتهم انتم يا عيال. يا عمو نيب ليش ما اعطيتني صوت علي؟ اللي جنبه فاتح، ناصر فاتح، كلهم فاتحين يا عمو نيب، افتح اصوات اللي في المجلس هم يعرفون انهم هواء. عطني عطني ناصر، ناصر ايش عندك؟ اولا الرجال غلط علينا، اولا ليش تطفي المايك؟ عشانك انت قبل شوي تقول ما ادري اصوات وما الاصوات اللي في المجلس. اصوات ما اصوات ايش؟ لا انا اتكلم اصوات انكم تلقمون اخوياكم الحكا بس. لا ما لقمت حدا الحكا، وكل رجال انا فجته من ذراعه. انت رد رد هذا واحد. رد الشيء الثاني، ها الاخ عبد الله الله يهديه، التعميم لغه الجهلاء، هذا واحد. ها الشيء الثاني ايش ايش ايش؟ التعميم لغه الجهلاء. طيب عمر خويك وشو؟ خلني عمر خويك وشو؟ طيب ما خويك وشو؟ عمر نفسه سوى ابو دخيل الله، ابو دخيل كنترول اي اي كنترول اي، حدد جميع الشباب لا تقول تفاضل بينهم. عمر برضه طيب نفس الطريقه ينطبق عليه ابو دخيل الله. خلني انا بستورد منك وبس كمل تفضل والله جد. الشيء الثاني الاخ عبد الله ما جاء ولا يعني تناقش الا معي انا ناصر قماش، لاني انا مخليه على الجال الايمن، لانه اول شيء صغير في السن، ولا اني بتناقش معه زياده لان النقاش معه نقاش عقيم، واحترمه واقدره واحترم اللي معه. وقف لا 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 وقف يا ناصر، ترى علي اكبر مني يمكن ترى انا صغير في السن يا اخوان. الكلام الرجل بيصغره قلبه ولسانه، اذا صح تحدث صح تحدث في لسانه اذا انطلق بيجي معك. معك حق صغير في السن، معك حق. لا الرجال تعامله معي يعني نوعا ما طفولي. انت اللي بديت فيها يا ناصر. ما بديت فيها، انت اللي بديت فيها في التقرير. ما بديت فيها، انت اللي بديت فيها التقرير. اول شيء اول ما قابلته قال الرجال مادي فلا شو اسمه، انا دكتور اسنان وزي كذا. ايش عندك؟ ليش تطلع على الهواء؟ معلش قال ايش عندك؟ دقيقه ليش تطلع على الهواء وهناك عمر يرفض؟ ليش احمد طلع على الهواء يا اخي؟ المتناقضين اللي يبغوا يطلعوا على الهواء طلعوه، اللي طيب هو طلع على احمد الشهراني. دقيقه هو طلع على الهواء. ليش احمد وقف وقف. دقيقه ليش احمد الشهراني يتكلم في موضوع والله انا ما اذكره، انا ما ابغى احلف على كتاب الله. ليش دخل انت؟ ليش دخل؟ إيه ليش داخل من فكره انه عبد الله لما رد عليه قال لا اي مساعد ذهب وعمر قحطاني ينقذونك؟ هم ذا لان التردد بعيد، التردد بعيد، التردد بعيد. نداء الى باتمان، نداء الى باتمان. شوف شوف سوبرمان يجي. ابو معيان انتم تقولون مثلث برمودا، احنا مع الشباب كلهم ولا في مثلث برمودا ولا شيء، لكن يا طويل العمر السلامه الرجال حذف علي بكلام عندكم وانا ما قد تعرضت له. انت حذفت علي في التقرير. وقف يا اخي وقف وقف يا اخي، انت يوم جاب سعد ذهب يتحكى عليه جيت فزعت، وفي التقرير حذفت عليه وحذفت عليه في كل مكان يا اخي. خلصت اسبك ولا تسبني ابو معيان؟ وين انت رايح؟ في التقرير قلت ابغى ناصر قماش بعدين تركي مشبب، هذا واحد. الشيء الثاني عبد الله كيف قلت انت تبغى ناصر قماش بعدين غيرت وقلت تركي مشبب. الشيء ما فهمت والله ما فهمت، فهمني قبل ما يطلع، بعد ما طلع عبد الله الحاثي قلت ابغى تجيبوا لي ناصر قماشكم في شروم، بعدين قلت تركي. انا اكلك بالتقرير، التقرير اللي قبل يومين، التقرير اي انت اللي بديت، انت اللي بديت. انا بديت لان الرجال يوم قابلته في الاستراحه شفت انت حلم بالاستراحه في البث، استراحه في البث الرجال يحذف علي كلام. لا 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 تقول ما نعلم باللي تحت البث. عادي انا بعطيك انطباعي انا الرجال هذا. شوف ما ادري كيف 49 يوم منتسب هذا الجروب. عمر القحطاني الان عند الشباك، عمر القحطاني عند الشباك، فزع فزع. تفضل متعب رقعان. لا والله كان ابغى اتكلم عمر. تسمع يتكلم استاذ فهد؟ تكلم ولا روح؟ تكلم تكلم. تفضل عبد العزيز. انا والله خليه يتكلم عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. والله انت يا اخي اللي ريح
اللي يريحك اللي يريحك. الله يطول عمرك. بس انا عندي سؤال قبل تبدا بعطيك حقك اني اعطيك. تفضل. انت طول البرنامج ساكت، ماذا انطقك الان؟ والله شوف الرجال عمر حبيب وعزيز وغالي، لكن اقحمني في السالفه صح. فوجب عليه الرد. نعم فوجب عليه الرد. احسنت صح. وذكر بالاسم قال هو من الاشخاص الذين شادينها باثنين. هل انت شادها باثنين؟ تفضل تفضل. لا ما شديتها باثنين، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اذا هو يشوف ان فعلا عبد العزيز شادها فهذا رايه الشخصي، ما يعني ما يعمم المجموعه كامله. تمام. واتمنى من الاخ عمر اذا هو فعلا صادق كلام يعطينا ادله. والله يعطينا ادله. اكون منصف يا عبد العزيز، والله سلام عليك. انت اذا كان على مساله شاده فعبد العزيز النقاش والله نشاده يا اخي. نضرب مثال شاده فيش يا فهد. والله انك معامل البرنامج معامله مدرسه. ليه؟ دخل لا احد يقربني، لا احد يمزح معي، لا ابدا. يعني ما لا والله لا احد، ما ابغى اكلم احد. لا ابدا والله يا فهد. ها حقيقه ابدا غير صحيح الكلام هذا. انا اتكلم، انت رحت لي في جانب ثاني، اتكلم لك عن كلام فهد، كلام عمر. عمر اقحمني في السالفه الان. تمام. وهذا الكلام غير صحيح. وجميع الشباب يقدرون يعني يتكلمون بانفسهم. هل عبد العزيز يعني شادها بين المجموعتين؟ ابدا. انا اكثر واحد اذا صار فيه جلسه بين الشباب او فقره للشباب المجموعه الثانيه. سؤال النقاش بالله دقيقه. لبيك. النقاش نفس شخصيه سلطان وفيصل، لماذا لا يتم الهجوم على فيصل وسلطان؟ لا سلطان هاجمه. وفيصل؟ سلطان هاجمه. فيصل ليش ما فيصل هاجمه؟ ليش ما هاجمه؟ ما يقدرون، لان ذاك يوم في مجلس كامل 11 واحد هو اللي سكته. اي سكت. ما يقدرون عليه. فهمت الفكرة؟ عمر هم شو؟ دقيقة هم ايش سووا؟ ينتظرون طول برنامج يضحكون يضحكون، لا جت فقرة النقد قالوا شو؟ بنحاول ندفع المجموعة الثانية فقط لا غير. ولا فيصل من ضمن الشخصيات الرسمية اللي ممكن أنا بالنسبة لي أقول لك يعني نوعا ما ما ما, ما, ما رأيته مرة إلا مرة واحدة حذف شماغه فرأيته رأسه فقط لا غير، ولا رأسه يلعب شماغه. طيب فهذا الحقيقة اللي شادة بالنسبة لي. لكن عشان كذا كان أصلع عندما ما شاء الله لا قوة إلا يمتلك جبهة أكبر منه. نعم. لكن فعليا هذا اللي اقدر اقول كوجهه نظر علي، فيصل المفروض انك تتحرر من هذا الموضوع. لكن عمر ليش ما جاء فيصل؟ ما يقدر. اجب اجب استاذ عمر. دقيقه يا رجال. الرجال يقول جاوب، خلني اتحاك. هرجع جيلي يقول تحاك يا عمر. انت اجب على سؤال علي. بقول لك حاجه، باجب على سؤال علي فقط. وش السؤال؟ لماذا طريت النقاش وسلطان الراجحي واحمد وعبد الله في عدم الموهبه وما طريت فيصل؟ مو معد موهبه في اللي شادها، اللي شادينها. بقول لك ليه. جت فقره تغيير المسار، يوم شافوا اللي مقدمين اثنين من الفقره الاولى راحوا انسحبوا من المجلس على بال من المعطف. يوم شافوا انسحبوا وجلسوا في الزاويه وقوموا يغنون يزعجون. يا شباب نبغى نسمع. قال مالك دخل. غني غني غني. طيب ليش ما زعلت؟ لا لا ليش ما زعلت في فيصل يا علي؟ خليه يجاوب على فيصل. جاوب. ليش ما زعلت لما فيصل وسلطان الراجحي في فقره الدحام في المسابقات ما تحركوا؟ ليش ما جالسين؟ هم الوحيدين الاثنين. ليش ما تكلمت على فيصل؟ جالسين في المجلس هذول انسحبوا من المجلس. لا ما طبلت. ما عندي سؤال. ما طبلت. عمر 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 لا تتهم اقعد. لا لا لا. ليش ما طريت فيصل الطوالة؟ يا اخي موجود في المجلس مستمتع بالفقره جيزة من جيزة. ليش ما طلع؟ اي في دحام ما طلع. دحام كان الفكره وشو؟ ان يلحقون بعض. طيب. الاثنين اللي ما سووا ولا طبقوا اساسيات المسابقه فيصل وسلطان. ليش ما طريت؟ ليش ما جابوا؟ في ايش؟ في ايش؟ في ايش؟ والله يستخدم اسلوب عبده مجنون بشكل مستمر. بعلمك. الحكايه الدين عرفها يا عمر. لا لا شكرا داخله. انا عمر خلاص يا عمر خلاص ستوب. ما احتاج تفضل 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 دام تفضل. انا بقفل بس بقفل استاذ خلاص. علي مجنون بقفل هذه الفكره. بقفل يا استاذ عبد العزيز لو سمحت. بقفل امشي ممكن. خلاص انت خلاص يعني اكمل سباتك. شيء لا بقفل ممكن. تسمح لي تسمح لي استاذ؟ تفضل يا عبد العزيز بعده متعب وسيف. طيب انا اقول استاذ عمر، انا احترم الجميع، خال مجموعه لو مجموعه ثانيه ابدا. موضوع اني تحيزت في فقرات او اكثر واحد يساعد الشاف انهم ينضمون في الفقرات اللي هم مجموعه ثانيه انا اساعدهم. كلام استاذ عمر صراحه مردود عليه مع احترام الشديد له، ولا يعني ولا هو بكلام المجموعه كامله. متاكد من الكلام هذا. يلا ناصر قماش ايده مساعده. ترى قال اساعد المجموعه الثانيه. انا اساعد المجموعتين كلهم. اذا حد عنده فقره اخرهم عبد الله عبد الرحمن امسي. انا فقره الاسئله ابيك تساعدني فيها. اقصد المجموعتين والله. اساعد عبد الله عبد الرحمن قبل شوي انكر انه انكر قال انا لا اتي الى احد
ولا اطلب احد مساعدتي. تفضل استاذ متعب. تقدر تشوفها مساعدته عنده ورقه يقول لعبه الكلمات ذي اللي نشرحها. خلاص خلينا نسمع متعب. قال لي ابيك تساعدني فيها. تكفى جلسه الشباب وجلست انا. ما احتاج شهاده واحد ينسى. ما احتاج شهاده واحد ينسى في الاحداث اللي عليه. مو باللي له، اللي له يتذكرها بأدق التفاصيل، اللي عليه فجأة مجنون. ما أحتاج هذا، ما أحتاج. خلاص يا عمر، ما أحتاج عمر، ما أحتاجك. ما أحتاج. تفضل أستاذ متعب. قم بكم في الشرم لو سمحت. لا دقيقة، لا أبغى دقيقة. تكفى نافداك. تفضل. صلوا على النبي. خل جهادات تبدأ. أول شيء أقسم بمن أحل القسم، ما دخلت. اسمع، ما دخلت. لا وقف وقف. والله ما يقعد. والله ما يقعد. تفضل. خليه يروح، أو بيتسمع المقطع، بيجي المقطع. لكن اسمع، والله ما دخلت كفش الروم لاني بزعلان ولا شيء. انا دخلت ان الرجال شو اسمه عمر القحطاني جاب اسمك. جاب اسمي انا، مطر اسمي او وكلام هذا. والله لا بيرفع من قيمتي ولا بينقصني، وببقى متعب الاول ولا اللي في ردوده. يوم يقول يلحقوني في الفقرات، يوم يقول نطبل، يجيب كلام والله الذي لا اله الا هو. لا حصل. دقيقه كبرتني. لا حصل ولا بيحصل. ويوم يتكلم والله الذي ما احترامي يا فهد معيان، ترى ما رفع راسه الا انت. اما تسخن هذا الحين يروح اسمع. اسمع متعب، انا صدق والله انه ما صدق متعب. والله انه ما صدق. لا وقف. متعب الوحيد. لا عندي نقطه ما بس اتجاوزها. كيف اتجاوزها؟ بس انه انا عندي فكره بقولها. متعب الوحيد من المجموعه الثانيه برضو رجل حركه، ما هو برجل انه تقول له صامت وجالس زي غيره. ما فكره اللي قال لك يا تفضل رد عليه. بعدين ايضا دليل اللي متعب اساسا في صف متعب انه ما كان ما يبغى مجموعته، كان يبغى المجموعه الاولى. انا ما علي من الكلام هذا كلهم. والله انا ما عليك. والله عزيز موقف. والله لكن لا عندي سؤال. لو تسالني سؤال، لو تسال انا عندي سؤال. كيف رفعت، كيف انا نفخت راسك؟ انت اللي تمدحه. عمر ايش سوى؟ عمر لبناني، ما ايش سوى؟ انا مدحته مره. اسمع، حتى قبيله ما يبغاش الروم اي واحد يدخل يقول هذا. انا مدحته مره هنا. والله انك مدحته له. لا مره ويوم حشرت هذا الحين حطها فيه انا وعبد العزيز النغاش. مين اللي بيهري عبد العزيز؟ اصبر لا والله يا عبد العزيز لا حطها في موقف يا حبيبنا. والله انا استحي. ممكن تسمع؟ بسمعك لبي. اي انا مدحته مره يوم قلت انه اشجع منكم بس. هذا عادي اذا انا اخذ الكلام منك هذا، فعسى الله يعوض العيد. الله دقيقه خلينا نختم حاجه. نبدا وجهك الله يرحم ابوك. لا بس متعب، بس عشان التوثيق. ها عيوني. في اليوم 49 ماراثون اتضح وانكشف الستار عن عمر. هذا الرجل يتخذ اسلوب الجنان في اي حدث ضده او اي موضوع ضده، ويتذكر تفاصيل التفاصيل التفاصيل في ادق التفاصيل في اي موضوع له. اي شفت قبل شوي؟ اسمع عمر، هذا قدام يا فهد تفضل. قبل شوي يقول احنا نطبل في الزاويه. ايه قبل شوي يقول احنا نطبل في الزاويه، يقول نطبل في الزاويه عشان فقره الشباب حقت يقلدونكم. ايوه والله الذي لا اله الا هو واللي خلق السماء بالعمد، اني ما زعلت ولا شيء. بالعكس سوينا بعدها شو اسمها فقره سيف حقت الاسئله، ولعبنا وجمعنا المجموعتين وضحكنا وطقطقنا. يوم يقول يلحقوني الرياجيل برا، ترى ناقشني في الموضوع تحت الهواء. المفروض يوم تفاهم معي تحت الهواء ما يجي يذكر هني، بس يوم انك حشرته، يوم حشرته جاب طاري السالفه. اي واحد يدخل كفش الروم يقول غبي ويحط نفسه الصح، ترى ما يمثل الا نفسه. والله الذي لا اله الا هو ما يمثل الا نفسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكلم طلع عني بيقول لا اله الا الله. الله يصبحكم بعد اذنك انت يا سيف. سم. انا عندي سؤال لك. تذكر اخر مره جيتنا في كفش الروم؟ انا ايوه سويت نفسك كذا غبي وما تدري ايش السالفه. ها ودائما انت اذا اديت صارت مداخلات للشباب تهديهم. لا عزم نهديهم. طيب ايش ما دامك لازم تهدي ايش جابك؟ سمعت اسمي يوم عمر قال سيف. يعني انت سمعت اسمك اكثر من مره بالفقره يعني عادي. لا بس غزتني في خاطري. يعني تقول لي كلام؟ لا غزتني في خاطري. قول لي اعذرني لو سمحت، لو بتلزق في خاطرك لزتك من اول. لا بس هذه اقوى. لا نفسها. تسمح اقول حاجه؟ لا لانك سويت منظر الغبي في المداخله السابقه، اعذرني. فانا ما ابغاك تطلع منظر الذكي عندي. ابشر بعد. نعم. بقول لك حاجه تعجبني. يا ماك تقول بالرجل كذي يمين ويسار. من هو؟ يمت ايه يم تحطهم يمين وتحطهم يسار. والله حتى انت منهم. والله العظيم اي والله العظيم من بدري. والله حتى والله الذي لا اله الا الله وما علي يتحكم مزاجي. والله انك والله حتى اي والله يا كلام انت أسمع. والله انت كلامك الحلو لي اسمع. والله يا كلام والله انك اول واحد. والله انك اول واحد. هو قال ذا كلام. هو قال ذا كلام ليش؟ والله ما قال ليش؟ اسوق عليهم واطلع على والله انك اول واحد. والله اعطيك دليل
اعطيك دليل يوم خليناك تبيع اخوياك والله ما حد المجموعه الاولى ايوه قلبه تحيه ايوه يا اخي علمك شغله دليل واحد احنا اول واحد سقنا عليه في ماراثون اثنين متعب رقعان يوم خليناك تبيع اخوياك تقول انا ابغى المجموعه الاولى ما ابغى المجموعه الثانيه تفضل استاذ علي تعليق اخير عقب ايش هذا انا اول شيء يعني مختصر البرنامج هذا اعتقد انه البرنامج يفتقد للشخص الرزين اللي ممكن يمسك يد الموضوع وزمام الموضوع هذا اول شيء ثاني شيء انا اشكر عبد الله الحارث الذي غلبني وغلبك اليوم نعم والله انه غلبنا والله غلبنا لانه فصل شخصيه عمر وناصر ومساعد قيفه تقييف نزل الثوب لبس الطاقيه مقلوبه صح ايش قال كان اذا جاء واحد جو الاثنين وراي يشجعوه ولا يجيك واحد لحاله كلهم مع بعض فعلا ترى هم التردد حقهم مع بعض شوف لما غاب عمر عن ناصر وبعد التردد حقه داخل ناصر ما عاد يعرف يسولف يوم جاهو هرب مساعد يا سلام عليك عشان كذا نرجع ونقول في فكره ايش عمر وناصر ومساعد يعيشون فكره ايش انه لا على راسنا احد احنا فوق الجميع واحنا النجوميه وهذا الشيء خطر نحن ساكنين في برج عادي وامين في برج وزير ومساعد ذاهب هربت الساحه يا مدحت الكلام الحقيقي ما زلت اقول بالله يدور لنا مساعد ذاهب ما زلت اقول لمساعد ما نبغى بس نبغى نشوفه ما زلت اقول للجميع اتحدى واحد فيهم يوقف في وجه فيصل تحدي ما تقدر لأن الرجل متحدث متمكن عين العقل ما قد أخطأ على أي أحد في البرنامج ما يطلع منه إلا كل شيء زين وعيد البرنامج أعرفك كامل. على مساعد ذاهب الذي يخاف من عبد الله الحارث الذي هرب من كبش الروم مساعد الذي لم يستطع مواجهة الحجة بالحجة مساعد الذي يقول ما لا يفعل مساعد ذاهب اللي يستهبل في الرياليتي حبيبي أحلى واحد حبيبنا ختاما أعتقد أن عبد الله الحارثي غلب والله غلب نسخة ماراثون واحد أقسم بالله نعم. غلبهم كلهم شكرا نلتقي في زد رصيدك إن شاء الله بعد أسبوع أو 10 بعد 10 أيام بعد 10 أيام إذا وافق سعود الحين ما نقدم الفقرة الأخيرة ما تقول اسكت وقبل النهاية فيه اللفة وتمويلة ولجنة يحطونك على حبة النشا قواني صوي خلونا الأهداف في حيرة لي صوبك المنعطف تاخذ عجرا ولا معك غير تقولي أجعلها خيرة عسى الله ينجيكم من المنعطف يا أخوان ومن سلمية بالجهد ويعدل السيرة لجاكم علي كود بي دي 1 يسهل حياتك ويضبط لك أمورك لك ولك أفخر الطيب الطيب والعود والمنتجات اللي تجمل حتى صحتك ما نسيناها مع هالشاب وحتى أطفالك وأفراد عائلتك نضبطهم مع جزل والكود نضبطكم بأكثر من 6000 منتج في متجر بي إل وحتى في المطاعم والكافيهات منيوهات ما نساكم ومع بات سويتس تحلى الجلسات فواكه مغطاة بالشوكولاتة البلجيكية بي دي ون منكم ولكم شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية ومتخصصون في قضايا التحكيم قديمة هذه أنا أسويها في المكنسة الكهربائية المكنسة البيت
خلينا نجلس عادي. تعال تعال. عادي عادي انت ناقش في لا لا عادي عادي في كلام قوي ولا كلام عادي؟ لا خلى البعدين طول عمرك. بس يوم تقول مشينا يا شباب تبغون نجلسنا ولا في المعدة؟ هذا تعبان ولا راقد ولا ايش عنده؟ اسمع تعبك 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 تعبان تعبك تعبك. يوم يقول عبد الله عبد الرحمن اني اكذب ها اول شيء والله ثم الله ثم الله. ايش قال هو؟ قال لا يكذب انا ما رحت الفلاح. طيب وش ادري انه فلاح؟ ايوه بعدين قال ما رحت بعدين قال الا وقلت له وقال داحم الرجال. يعني في هذه اللحظه نكتشف انك انسان لا تكذب بل تقول الصدق. اسمع لا لا انا تدري عاد وش اللي يقول؟ اول شيء باع اخويه اروح واجي انا وياه سوق وعشرة عمر تطلع في كشر وتتكلم على رفيقك هاي ترى ما هي بزعل. بسيطه بسيطه بسيطة. خشم على خشم. ها؟ يسحب الجدار. والله ما ادري الحين. تعال تعال. تعال نتناقش تعال نتناقش. ايش المثل يقول؟ اصبر شوي يا سلطان. ايش المثل يقول؟ تعال اجلس هنا وخل وجهك كذا خل احنا. ايش المثل؟ اجلس. المثل ايش يقول؟ لا الحديث او النقاش لا يفسد للود قضية او زي كذا. الود لا يفسد ايش؟ اختلاف الراي لا يفسد النقاش. هذا لا يفسد والله العظيم يا ولد الود إني... لا يفسد الود قضيه. ايش هو ايوه ايش اللي لا يفسد للود قضيه؟ النقاش اختلاف الراي لا يفسد للود اختلاف الراي. هو في شيء ما يفسد قضيه ولا شيء اختلاف الراي اختلاف الراي. هذه من ماراثون واحد. نعم الشباب يقولون الشباب بقول ماراثون واحد الى الحين يا اخي فقره نقد اسمها كذا فقره نقد منعطف يعني اي المنعطف وش هذول اسمه نقد يا يعني دقيقه دقيقه طب دقيقه خليني اتكلم ما عنده شيء خليني اتكلم خل ما خل ما ما يعرف ينتقد بهذه المعيه هو ما يعرف خل ما يعرف ينتقد انا اتكلم كنت طب اسمعني اسمعني قل له انت بتطلع الشاشه اي واحد يطلع الشاشه ترى فقره نقد يعني ما راح يجي مدحك اكيد بيجيك بيدور عليك الزله بيدور عليك من هنا وانت تعطيه باص موضوع يمسك فيه صل على النبي يعني انت تقنعني انه المحور ذا مجهزينه مو مجهزينه هم يدور واحد بالزله بس يمسك خلاص صل على النبي صل على النبي المنعطف ايش يسوي انا من يوم دخل ماراثون واحد الى يومك الى اللحظه ذي ولا مره جابوني صل على النبي لا لا لانه ما لقوا على شيء كلمه كنت تمزح فيها صح هم اساتذه وانت علمنا بالنسبه للكلام هم ما هو يعني انهم يجيبون شيء ما هو صحيح جابوا صحيح بس يمكن كان فلان مستغفل منه واحد يتغفل خويه يجيبه ففقرة النقد تجيب الكلام الصح الصحيح ما في مجامل فلان انت سويت كذا لا لا لا, لا غير صحيح اسمع سويت كذا 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 المتسابق نفسه يوم يجي بعضهم يخوش يعني يجيب كلام غلط وبعضهم يجيب كلام زي عبد الله قبل شوي قال الرجال ذا قالوا ان تركي قال انك ان في واحد يروح للاعداد اللي هو عبد الله يروح للاعداد ويقول لهم المجموعه الاولى ما ادري ايش احسن منا قال له عبد الله قال له اللي في الاعداد خلك زي المجموعه الاولى ايش قال عبد الله قال لا يكذب تركي وانت تكرم ترى انت ما اعطيت مجال انهم يتكلمون في هذه ما اعطاني في هذه المعيه مجال انت ما اعطيتهم مجال يقول لك اسكت يسالك هو هل انت تكذب طيب انا بسالك سؤال اسكت هل انت تكذب او لا لا والله ما انا بكذب هو كان يقول لي اسالك ذا السؤال لا والله ما انا بكذب هو كان يسالك هذا السؤال هل انت تكذب او لا انت قلت لا صح بس المفروض انك سكتت عشان تقول انت يا عبد الله ايش قال لا كذب هذا الشيء طيب ايش الصح قال قصدكم اني رحت انا عند فلاح ما ادري ايش جاب طالي فلاح ما كان موجود اسمه قصدكم اني رحت الفلاح وقلت له ذا الشيء ايوه انا كنا نسولف بس وكان فلاح جالس قال ايوه قال لي داحم مثل الرجال يوم قال المجموعه الاولى يعني هو صار فانا ودي انك سكت عشان تاخذ هذه النقطه انا بالنسبه يوم قال عمر ومساعد وناصر انهم انا لاحظت حاجه انت تستانس على الموضوع ذي ما انا هو انت اضحك اي ليه؟ لاني ماسك نفسي من البدايه محترم ما له دخل والله ما له دخل صل على النبي انا عندي حلم ابغى ادخل زد رصيدك واشوف شيء
عاد به شيء واجد والله شيء واجد ما تحكينا فيه. انت كلنا هنا ببرنامج واحد كلنا بعض وكلنا نشوف الاخطاء قدامنا. حلو يعني انا جاي من القصيم وانت جاي من وادي دواس وانت جاي من الجنوب صح. كلنا جاي عندي انا عندي هدف عندي حلم. حلو وقبل ندخل المكان ذا زي ما قال فهد معيان ولا بس هو لا اعقب على كلامهم يقول انتم والله انه اذا اشتهرتم بعدين وكذا كل واحد ينسى الثاني. بالعكس هذا الحين اللي من زد رصيدك واحد ها في ناس دخلوا بدايه ونجموا والى الان متواصلين وحاطين جروبات مع بعض يعني كلام مردود عليه هذا تمام كذا شخص يعني لا مو كذا شخص لا مو كذا شخص الرياجيل ما هو عشان شهره تبيع بعضها تمام هذا الكلام ذا مردود عليه اصلا الكلام ذا الاصيل الاصيل ما يبيع ما هو كلمه اصيل انت انا الرجال عرفتك يعني عرفت الحين تركي وعرفته بايام قليله ولا هو شرط اني اقعد معك نشوفهم دائما فقره النقد يقول انت ترك ما عرفت لك خمس ايام ايام قبل ايام البداوه قبل كان في معنى الكلام اذا جلس واكل مع ضيفه بس اكل معه تمام وجت العرب هاده عليه يقوم يفديه بروحه تعال ما الكلام ذا مردود عليه لكن اتكلم احنا جينا هنا وعندنا هدف وعندنا طموح نبي نوصل له لا خلني اكمل لك عندنا هدف وعندنا طموح نبي نوصل له انت معي مش دخل الجلسات انت انت معي اقول لك اذا كان عندك هدف وعندك طموح تبي توصل له شفت يا اخي الواحد ادمح دقيقه سلطان دقيقه اصبر في كلام ادمح احنا الرجال ادمح الرجال خطا يا اخي ما جاز لك في هنا جلسه في هنا جلسه راح اي مكان واجلس فيه امسك الرجال برا البث مو لازم اجي قدام البث طق المايك لا وتقعد تاكد شغل المايك انتم بتحت له يمدحون بعض غلط يا اخي خلك على قلب واحد وادخل وقل الريجي كذا يعني انا لاحظت داخل البث صراحة أنا اليوم شيء مستفزني جدا من الماراثون من بدينا داخل البث موضوع تحت الهواء موضوع داخل يعني ما تدري هل هو الناس دي تبي تصدر مشاهد هل الناس دي هل يبي يصنع شو على باله إن الشهرة إني أنا أشوفوني أجلد يا فتيتي ما أدري ترى كذا نجاح المجموعة الناس الحين إلى الآن بتويتر والناس تغرد يقول يا رب النسخة الماراثون هذه تكون زي نسخة زيد رصيدك رقم كذا يقولون يا ليت اي لا يقول نسخه رصيدك كذا ليه ما قالوا مثلا واحد ولا اثنين ليه خصوا رقم لان الجروب ذاك شايلين الوضع مع بعض الطير ما يطير بجناح واحد طير لازم جناحين يطير مع بعض ولا فيها والناس الناس زي لعبه الطائره ما في واحد بس يعد في واحد في اعداد في واحد وفي واحد يكبس مثل ما اعطيك مثل ما اعطيك باص اعطيك سالفه تعطيني باص اما تخلي الوضع كله عندك بتغمم عندك نكمل الثاني ما راح تمشي والله ما تعد لك ولا شيء اقول لك وترى على فكره انت تخلي واحد يدخل فقره النقد يتصدر مثل ما شو اليوم سوى شو ترى بكره الناس نسيت كثر تسمح لي بس بعد عندك عمر طيب. انا لاحظت حاجه في الفقره حقت المنعطف احس ان في ناس في قلبها على فلان شيء وفي ناس تبغى تتصدر المشهد ملحوظ وفي ناس يعني اني انا شوفوني ترى اني اجلد ولا عندي فحد وهذا كله غلط مفروض ان كلنا على قلب واحد ترى ما في مجموعه ولا مجموعه ثانيه كلنا دخلنا في بعض فما يا لا 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 انت فهمت ايوه هذا اللي المفروض يصير يا ابو يا مرحبا بس طلع ابني ابو هيا هذا اللي المفروض يصير بس ما صار صلوا عني في مجموعه قاعده تنسى اسمح لي انا ما كملت بعد اذنك علي ما كملت معلش ابغى اخليك تكمل بس عشان خلاص هذيك في المناطف وقفل على الباب يا اصداء عشان نوصل فكره كمل بوصل فكره بس احنا يا اخوان يعني معلش احنا دخلنا مع بعض كلنا احنا نكذب على بعض والله احنا مع بعض هذول الحال وذول الحال والله ان كلنا مع بعض مجموعتين كلنا قلب واحد بس في مجموعه لا, لا في مو مجموعه في اشخاص اللي ينسحب في اشخاص اربع خمسه سلطان اللي ينسحب اللي ينسحب غرقه يوم اقول لك مو مجموعه اللي بينسحب الاكثريه ويسبب حزيه مع بعض خلاص ما له دخل يوم اقول لك مجموعه مقصد انها المجموعه الثانيه كلها مجموعه من المجموعه يعني مجموعه اشخاص من المجموعه الثانيه لو طلع واحد من مجموعتها قال المجموعه الاولى في منهم اشخاص فنفس الكلام اللي انت تقولهم ما بيقولون لا انا لا انا دقيقه خليني اقول لك شغله احنا كم رجال 20 رجال صح كم منهم ثلاثه اربعه اللي لحالهم ايه الاكثريه وين ال 16 كلهم مع بعض ما عليك في الباقي يا يدخلون معنا يا بسلامتهم خلهم لحالهم كلنا مكملين البعض اعطي ذا باص اعطي الثاني باص كلنا تمشي الامور مع بعض لكن انا لاحظت كل واحد بيطلع لقفه الثاني اجلد واسوي انا كذا كلهم طلعوني ليش ما قالوا يا سلطان قالوا ما اقدر اعدد اقول لك يا عمر وانا عارف اللي في قلبه في قلبك انا عارف الامور كلها تنجح فقره لكن اقدر اقول عمر في وانت تكلمت علي وانا عارف انك كنت بتتكلم علي اقدر اقول عمر لكن لا ما تصل الدنيا ليه لان ممكن انت ما كنت تعرفني ولا تدري عندي صوتي حلو تدري اني راعي سالفه تدري عندي رياليتي فقلت سلطان راجع كيف اقبله يمكن قلته من باب مزح من باب جد شيء راجع لك لكن في النهايه انت اكتشفت ان انا رجال اشيل شيلات وانا رجال من قديم 9 سنوات انا رجال اقدر اسولف انا رجال ادخل مع هذا اضحك مع هذا انجح فقرات انت شايفني اول واحد في الفقرات عندك ولا عند غيرك تلقاني معكم ما انا ما لان كلنا منجحين البعض لكن انا اللي زعلني والله يا اخوان قسم بالله تبغون الصدق والله العظيم صار كل نجد الثاني والنعيب
والله انه عيب اللي جالسين تسوونه. الناس ولا الناس المشاهد المشاهد ترى يضحك علينا لا تطلع الجمهور الناس على باب الجمهور يطبق ترى الجمهور ناقد نص ساعه يضحك علينا الراجحي نص ساعه طلعوني معه نص ساعه يبوني اذكر اسمه ما ذكرت نص ساعه اجلس اجلس حاودون حاودون طيب اقول لك حاجه نص ساعه وهم يقولون ينطق اسمه انت قبل شوي انا يوم انت قلت ان عمر انا ما اسات لك ولا قلت كلام غلط انا اقولها سواء كان طقطقه او كان فيديو انا قلت لك يا مزح يا جد ما زعلت انا لو زعلت قاعد مطلع أيوه. انا بقول عمر القحطاني لا ما هي فيها مزح وحتى لو كان فيها يا سلام هذا اللي انا اقصده هي فيها مزح حتى لو كان فيها جد انا ايش اقول اقول ما سمعنا ويوم سمعتني تغير كلامك ويوم سمعتني دشن شيله وانا صوتي طيب غير ان صوتي طيب راعي سالفه وانجح فقرات معكم اضحك واسولف ولا اصامك وهذا المطلوب طيب هذا اللي يسويها الشخص ما هو يعني انت تغير فكرتك سؤال عمر حبيب قلبي ابو علي تغيرت فكرتك سلطان سلطان انا احبك انا لا بغض النظر والله اني احبك انا بس تغيرت فكرتك الان بعد الكلام اللي قلته نعم اكتشفت عندك صوت جميل يا سلام عليك بغض النظر عن صوت جميل انا ما يهمني صوت جميل ولا غير انا ترى حتى لو ما عندي شيء ممكن اني اباصيلك انجحك انت لكن انا مكمل لك وانت مكمل لي فمو مسألة اني انا بطلع على حسك لو اطلع على حس فلان وعلان سلطان كل سلطان. يوم اجي فقرات انا فقرات بالعكس اجي فقرات سلطان ارضى بقول حاجه ترى قالها دقيقه بس النقطه قالها ترى استاذ علي غاندي قال كلمه ايش قال؟ قال يمكن بالمره النقد المنعطف اللي اول أيه. قال مشكله الشباب الموجودين الحين كلهم تفكيرهم وحنا ترى جديدين على السوشيال ميديا او جديدين على الاعلام قال كلهم تفكيرهم وشو؟ كلهم يبون يكونون بالصف الاول ترى عمره واحد ما امشي لازم يكون واحد يجيك واحد وراء شفت يعطيك وحده باص يا سلام يعني مثلا بجيك مثلا مساعد الحين مثلا كوميدي كذا اذا ما اعطيتها انا وحده وخلت يعطيك السالفه يضحك ينكت فيه ما لو حاله مره لو كنت انا بنكت هو بينكت انا بنكت كله بيطلع شكل بايخ لو احنا ما نضحك له ونرفع له وقسم بالله تقول هذا سامج ما عنده سالفه برضه حاب اقول حاجه هو فعلا سام هو سام لا احبه لا 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 هو مساعد اصلا سام لا اسمع اسمع هو فعلا سام تكلمت ظهرك لا تكلمت ظهرك بالخير اه سلطان اقول بالعكس اه سلطان هو فعلا سام احنا نقاشنا من بدري هنا مساعد الزاهر فاشل هذا فاشل انا فاشل في عينك ولكن في عين الناس والجمهور ما نفاهم انا اسكت لا برضه في حاجه يعني خليني بقول كلمه ما بشي كل واحد يعلق عليها اللي يبغى مشاهدين وكذا ترى انا ما عندي جماهيريه الجماهيريه عند الرجال ذا الله يرحم لك الحمد تكلموا بي خلينا نتكلم تسليم تسليم طالبك انت عمر صراحه ما توقعتها منك صراحه ليش تقحم اسماء ما عندك اي دليل يعني دليل ما 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 طبلنا ما طبلنا ولا سوينا شيء بس انسحبت من الفقره ما انسحبت ما انسحبت تدري فقرتي قبل شوي وعلي معي تدري في ناس الجهه الثانيه يطبلون ما علي انا فقره من صح ولا ما صار فقره من وكان معي ابو لا لا ترى سلطان سلطان لو زعلت سلطان سلطان كان عندي فقره ترى والله عشان يضحك انا كنت معهم كنا طب سلطان طيب ما درينا كنت معهم كنا طب اسمع كنت معهم كنا طب شفناك دقيقه شفناك حنا ها والله ما ادري عنها شفناك قلنا عيال اسكتوا خلنا يا صوت انا زعلت مع صار الناس مع بعض اي احنا ما درينا طيب ولا انتبهنا سكت ولا ندري لا غضب العزل انا انتهيت انتم صورت والله ما بقول لكم ما زعل والله ما زعل والله ما زعل انا عشان اللي طرى الحين انا لو زعلان قسم بالله اوقف فكرتك وخلي العيال لا بزعل لكن بالعكس كلنا يعيش في جو ضرب مزح البحر ضرب مزح يا عيال اقول لك ليه يضرب صل على النبي وفوق هذا كله كملناه وكانت الامور كلها يا اخي طيب صل على النبي ما اسمع كلام صل على النبي صل على النبي سمسم الفقره دي ما تجيبها للحين منك دوب يدري بس وبعدين ما يزي فقره فقره الدولة وعلى التلفزيون اجمعكم فقره وعلى التلفزيون وشفناه روح له فجاه جالسين معنا شافوا ان الشباب لا 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 بعدين ما انا ما كنت مع شباب رحت اتعشى انتم شباب لا تصلحون الى مرض كلامك والله مو منطقي ابدا فقره ننسى ما ننسى اي فقره والله لو انت قهرني لو عشت عمر الله يصدق عمر تلقى بكره صح يا عمر ابو هتان يا اخوان فكره المنعطف حقت الشباب انا ما رحت مع الشباب هذا الشيء الاول انت حطيت فيه انا رحت اتعشى عرفت ما ادري كيف شفتني مع الشباب ما ادري هم طبلوا ولا سولفوا وانا ما ادري لكن اللي اعرف ان الشباب ما طبلوا ما ادري كيف شفتني ولا ما ادري كيف حطيتني في ذا في الفقره طيب فالله الله يسامح طيب بقول له انا حاجه سواء انسحبت للمجموعه اللي قام يعني انا صادق في ناس طبلت ما ادري عن اللي طبل انا ما ادري انت تقصد اليوم انا ما لا لا الفقره الاول لا اقول لك فقره مندريبه فقره منعطف وجايه اسمها تغيير مسار وتعديل مسار حق الشباب اشتغلت على المنعطف جلسنا كلنا وهي منعطف حقيقي ويوم جلسنا طلع اللي في اللي في مقدمين الفقره حتى احنا ما ندريبهم الا مساعد ودحى شافهم الشباب بشروا حتى لو انت ما رحت معهم رحت للعشاء
اي فقره تجي يرجى يجي حتى لو انه خويك او متقدم ما حنقول عندك شغله عندك اكل شيء اجله بعد البقره كل شيء توقف لا 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 اول شيء وقف البقره زي زي والله نروح مجموعه تجي يا عمر ما هو على كيف لا ما احنا في المنعطف انت عشان لا مو على كيف كذا انت تسوي الشيء ذا احنا نعرف انه وقت الفقرات الرسميه في ناس عادي تروح اذا العشاء موجود ناس تعشى وناس تجي خاصه فقره المنعطف ما قد سوي عرفت صح لا بكيف ما سويت بس انا بقلها دلع عشان ما اجي شدي خلاص انا تدري ايش اللي بيضحكني لو جلسنا بكره ثلاث شهور تحت الهواء ايش بصير؟ طيب لا نرجع لموضوعنا الاول طيب اسمع انا بدون موضوعنا الاول انتم تبون نغير موضوع نهائيا ايوه اي والله غير خلاص طلع لك الحين هو اذا عندك تعديل اسكت اذا عندك اجي البك على ذمك لبه لبك اعطيكم معلومه يا شباب عن علي العمري يا شباب عشان والله انت بصر معلومه غريبه عليكم عن علي العمري اكتشفتها لانه يروح يجي معي دايم ما انا ايش في علي اي شيء لا اشغلها بعض الشيلات كذا خصوصا اللي فيها حزن وكذا وفلع مزج لا فجاه يقول لي غيرها يوم اركز اثري كل شيله بعطيكم فيها لا خلني اكملها والله اني اقول اي شيله فيها طري شوق جابني الشوق مهزك الشوق يقول غيرها تعب نفسيته ما ادري في شوق في سبب اقول لكم حاجه اكرمكم الا بحبه خشومكم العلم سلامتكم عبد الله عبد الرحمن هو اخطا علي والله انه اخطا علي انا جالس معي علي قفلنا الموضوع الرجاء اصبر بقى خلني اعقب تعقيب اخوي ما والله العظيم اني مكلمه برا عادي ما بيني بس اعلمك عبد الله عبد الرحمن قال اخطا علي انا بعلمكم انا ما اخطيت عليك ولا على مجموعه كامله من اخطيت على مجموعته مجموعتي انا وقلت اغبياء طيب من هو اللي في المجموعه الاولى انا يعني كان ما ضميت نفسي مع المجموعه الاولى قلت اغبياء ولكن عبد الله عبد الرحمن قال مساعد تكلم فيني حلو قال مساعد تكلم فيني بعدين يوم جينا نلتفت لعبد الله عبد الرحمن اللي متكلم فيني عبد الله عبد الرحمن قال مساعد يدور الكاميرات وناقل يعني كلنا جينا ما ندور الكاميرات لا لا ما قال دور الكاميرات قال ما جاب الكاميرات ايش قال هو ما جاب طاري ولا كاميرات قال ابو كل شيء لا كلكم ها قال ابو كل شيء لا او كذا ايوه ايوه لكن كاميرات ما قال لكن الحق كل اسقط في بعض الشباب اسقطوا على اخوياهم وهذا الشيء تراه غلط يا شباب بس انا قلنا يا جماعه اسقط علي قال انك كاذب انا دخلت مع كاذب ما رديت انا بقول لك شيء تركي هم يقولون انك انت يا تركي تركي هم يقولون انك انت دخلت مع مجموعة الاولى مو باني انا دخلت مع المجموعه الاولى المجموعه الثانيه سيئه انا في مجموعه ثانيه انا ما هم كويس ومجموعه الاولى انا ما هم كويس اطلع انا ناصر ومساعد قبل يومين طالع انا وياهم سوا ومبسوطين بالتنسيق مو دين مجموعتي فيها سوء ولا مو كويسين عشان نستثمر بعض الجلسات بدأ النقاش نقاش 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 أسلم بطري طب تعرفون فضل الدعاء عندنا في حياتنا بيض الله وجهك كما يرد الموضوع تمام ترى الدعاء سبحان الله في حياة الإنسان يغير من حال لحال يغير مجرى الحياة بشكل ما تتصور نعم. يعني سبحان الله ربي يسخر لك الحياة بتضاريسها بموازينها بكل شيء بدعوة صادقة تطلع من يعني تطلع من قلبك وموقن ومحسن الظن بالله ان الله سيستجيب يستجيب. ولنا في يعني في الانبياء عليهم السلام امثلة كثير. نوح عليه السلام يوم ان دعا على قومه قال يوم قال ربي اني مغلوب فانتصر. طلعت من قلب. فانت فايش؟ فاغرق الله فيها الارض جميعا. بدعوة قلب صادق. ونبي الله كمان زكريا يوم ان ربي رزق بالولد واصلح له زوجته عادي يا شباب عشان بتشاركون انتم هنا واصلح له زوجته وش قال في وش قال قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه وايضا يعني قصه يونس معروفه للجميع في ظلمات ثلاث ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت دعوه واحده انجته وكان ايضا غير ان الدعوه ترى اسمع صلاني بحتهم ترى حتى سبحانه وتعالى يوم قال نفس النقطيه ان لو ما في معنى لو ما دعا للبث في بطن من غير الدعاوي ان يونس عليه السلام ترى عنده رصيد من التسبيح عنده رصيد يعني ما هو فقط انه كان وقتها فيوم انه قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وابراهيم عليه السلام يوم انه دعا يوم دعا الله سبحانه وتعالى يوم قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم اللي هو يقصد من ابنه وزوجته في مكة يوم تركهم
قال يعني دعا الله قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل الله إلى وقتنا الحين وإلى قيام الساعة أفئدة الناس تهوي إلى مين؟ إلى مكة. إلى مكة القلوب. شوف يعني سبحان الله دعاوي يعني توصل يعني تصل إلى السماء بيقين تام وبحسن ظن بالله وبدعوة صادقة من قلب صادق. ربي يغير لك تضاريس الدنيا وموازينها كلها من أجل أن يستجيب دعوتك. تدري بعد علي نقطة بس عشان الدعاء دائما نجي ننتظر الدعاء نقطة بسيطة يمكن ترى أنا ما درت أنها إلا قريب. تدري أن الدعاء يرد القدر؟ إذا كان مثلا لا قدر الله مكتوب عليك شيء بيصير عليك الله كاتب سبحانه وتعالى بيصير لك ودعيت ترى تروح فضل الدعوة. يعني في معنى الحديث ان الدعوة تنزل من او القدر ينزل عليك من السماء نازل عليك القدر فانت تدعي ربك شفت على قوة دعائك لربك ممكن تتقابل الدعوة مع القدر فيا اما تردها او يا اما ينزل عليك القدر خفيف. ترى هذا فضل من فضل الدعاء. اسال الله ان يجعلنا وياك من اهل الله. انا ودي كذا عشان نتكاسل عجب بسرعه كل واحد يقول ذكر فيكم. عطنا دعاء او دعوه. فيه دعاء دائما لا طلعت عشان البيت. في دعاء دائما لا طلعت من البيت لازم اني اقوله. اللهم اكفني شر من في شر. يا بلادي
فوقي والعرضاني تدريبه. عشتوا عشتوا، الله يبيض وجيكم، الله يبيض وجيكم ويجمل حالكم، الله لا يهيكم وعشوا. عز الله الحي يحييك، الله لا يهيكم ويطول اعماركم. برافو عليك، الله يهينك يا حبيبي، يا حبيبي رجع ثاني ما خاب، الله لا يهينك يا حبيبي يا رجل، الله لا يهيكم ويطول اعماركم، الله يهينك، الله يهينك. لا عند ابو عويد، لا عند ابو عواد، الله يهينك، الله يهينك يا حبيبي، الله يهينك، 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 الله لا يهينكم، حل صوتك يا الله يهين صاحب دينك يا حبيبي، والله يدحن الله يا حبيبي، الله وجهك يا وجهك يا قلبي انت، الله يهينك طول العمر، صوتك صاحب دينك يا حبيبي، والله تزوجت، ها الله يبشر بسعادتك، يبشر بسعادتك، الله يهين الله وجهك، ابدع وبطل، الله لا يهين ودولتنا وحكومتنا يحتاجون من الشيء هذا، الله يبيض وجهك ويجمل وجهك يا حبيبي، والله انك مبدع ما شاء الله، الله لا يهينك، طلع عندك صوت افضل من الاسدك يا قصير، واجي بعد اسبوع ابغى لي شله، والله ابشر بسعادتك، ابشر والله شيله هو يجي، صف الله صف الله صف الله، انا صدقت والله، الله يبارك فيك والله، الله لا يهينك والله ما شاء الله يا ولد، ادريك العب صح يا ولد، عليك خل عرضه لنا احنا يا مغنيين، كفو 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 يا ابو عبد الله، بيض الله وجهك، الله نجمل يا ولد، انا وش قلت اول ما دخلت يا ولد، ايش المواهب اللي تملكها انت هذه كلها ما شاء الله، هذا اللي من عندك، لا والله انا قال من انا ترى شايب ثاني شباب، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله، والله مبدعين، الله عليك، انا والله اول ما دخلت مبروك الله، 4-2-2 دخلوا وراك، قسم بالله بيجي عليها اكشن، وينك عنا؟ انت قلت لي كذا وفقرتك، ولا والله ما شاء الله ما ايش تسوي؟ بالعكس لو قلت استشرتنا بنعلمك، والله انا ما استشرت احد، 4 ولا 6 بس والله انك صار بعض اتمرى بعض، بس حلوه حلوه صراحه، لا بس حلوه مبدع يا سلطان، الله يهينك والله ما قصرت، هذا كله كله هذا كله كلامكم وتحفيزكم هذا الواقع، خلاص انا نغني ولا احنا ما شاء الله، الله الله يهينك الله يعطيك العافيه، كلمات الشاعر من هو؟ فهد العلي، اي والله نسيته يا رب انها علينا، ولكن كلمات الشاعر فهد العلي، الله يمسيه بالخير وبيض وجه على الكلمات الجزله، يستاهل يستاهل، انا شفت صاحب الخير شيله، انا قبل كم يوم برضو من كلمات فايز بن محسن اللي كان معنا متسابق، نعم. شاعر جزل وكلامه طيب، يستاهل ابو محسن وقصيده طيب، والله يستاهل وقصيده طيب، وما ذكرت ذاك اليوم، لا والله مثل وضعك يا سلطان، ومو بني ما ذكرت ان قلبا فيه ولا، لكن انت شفتها بعد الدنيا هذه كلها مع الغبيص ومع الرجه هذه كلها ما ذكرنا، لا والله يبيض وجههم كلهم ما قصروا، يستاهلون، تكلم عن نفسك شوي، هلا اكلمك عن نفسي، اي ايش ايش طموحاتك في الحياه؟ منافق، اروح اروح فكر سرك، حاسد نقل علوم، لا الحسد انا اشهد، ذكي جدا، ذكي مره مره بالحسد انا اشهد، والله العظيم، لا بس ان ايش الحلو فيه، في بعضهم يحسدك صدق بدون ما لا تعلم، هذا يحسدك عيانا بيانا، يعني كذا زبد على قولك الله يحسد، يقول اللهم حسد، هذا من ضمن الناس، بس اقول لك حاجه، بس اصلا ما قبل كم يوم تكلمت في ظهره، مو اني تكلمت في ظهره بسوء، لا والله يستاهل العلم الطيب، لكن عشان اقوله في وجهه، وانا من انسان حقاني، وان شاء الله انه عمر طيب، عمر طيب، المفروض ما اقول كلام هذا، عمر طيب، بس مشكلته زعول وحساس، هذه ترى مشكله كبيره عنده، ولا تزعل مني، احرق يعني، ايوه احسك كذا تنفعل وتزعل بسرعه، بس خاطر وعيش حياتك، والحياة حلوة بالله، حد يقابل وديه اثنين هذا الحلو هذا ما تبغى مصور، لا انت ما تدري ايش معصر الايام هذه، ايه تدري ليش؟ لا تدري ايه تدري ليش؟ لا لا انا انا ما زلت رصيدك، انا لا لا نصر انا 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 اسمع اصبر انت في موضوع، تدري ليش؟ حمد ومحمد في الجنوب ترى ما هم طيبين، قبلان قبلان اقصد قبلان، انا تعبان قبلان، انا زي تعبان، ايه عشان كذا طلع مني تصريح من نجلم النفس عليها، ماراثون احلى حكايه، ماراثون احلى حكايه، محبين التجدد والتسلسل والتردد في الحكايه متعدد، ماراثون احلى حكايه، ماراثون احلى حكايه، في البدايه شد حيلك وانضحك صبحك لليلك من كثيرك شفت ليلك، ماراثون احلى حكايه، بالاخوه والصداقه مع ماراثون انطلاقه، الخبر زاد بالثقه، ماراثون احلى حكايه، ماراثون احلى حكايه، التجدد والتسلسل والتودد في الحكايه
الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية يا محبين التجدد والتسلسل والتودد في الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية مع بداية لا تفكروا للتنافس لا تعكر واحذر احذر لا تمكر ماراثون أحلى حكاية ما نشرنا الروح فيها إلا لجل مشاهديها نجل من نفس عليها ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية يا محبين التجدد والتسلسل والتودد في الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية في البداية شد حيلك وانضحك صبحك لليلك من كثيرك شف قليلك ماراثون أحلى حكاية من هو حضر هذه الأمة ماراثون انطلاقة الخبر زاد بالثقة ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية يا محبين التجدد والتسلسل والتودد في الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية والتسلسل والتودد في الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية مع بداية لا تفكروا للتنافس لا تعكر واحذر احذر لا تمكر ماراثون أحلى حكاية ما نشرنا الروح فيها إلا لجل مشاهديها نجل من نفس عليها ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية يا محبين التجدد لا تفكروا للتنافس لا تعكر واحذر احذر لا تمكر ماراثون احلى حكايه